أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. هنتوقع الله نبتدئ بإذن الله المحاضرة الرابعة في الإندوكراين، وكعادتنا هنبتدي بالديسكشن بتاع أسئلة المالتيبل تشويس اللي كانت على المحاضرة السابقة بإذن الله. فهنبتديها دلوقتي والسؤال الأول كان regarding prolactin. هو في الخمس أسئلة دي قال لك اختار الإجابة الخاطئة، وهنا ببقى قصدي إن الامتحان يبقى actually كل سؤال عبارة عن ثلاثة، لأن في ثلاث إجابات صحيحة واحدة خاطئة، بيبقى أصعب شوية ودي ألطف. هل البرولاكتين بيزيد بالدوبامين أنتاجونيست؟ طبعا، لأن الدوبامين اللي البرولاكتين إنهيبيتنج هرمون ده دوبامين بيقلل برولاكتين، يبقى لما ادي انتاجونست للبرولاكتين انهيبيتنج للحاجه اللي بتنهيبت برولاكتين يبقى هتزود برولاكتين، يبقى دي اجابه صحيحه. هل الليفل في البلاد از هاي دورينج بريجننسي؟ مع ان الست ما بترضعش البرولاكتين بيبقى عالي؟ اه بيبقى عالي، وفاهمين ليه؟ الايستروجين بيطلعه، وطلعه ليه؟ عشان يساعده في الديفلوبمنت تو ذا بريست، وفي ذات الوقت منعه من انه يعمل لاكتيشن. يعني ثلاث اسئله كانت اجابتها الايستروجين، الايستروجين مزوده في البريجننسي، الايستروجين اللي مانع انه يعمل لاكتيشن ومطلعه عشان يساعده، يبقى دي اجابه صحيحه. هل وقت انكريسز الجونادوتروبينز؟ دي اجابه خطا، وعليه اجابه السؤال الاول تبقى سي، لان زي ما قلنا يا اولاد انه البرولاكتين يساعد الرضاعه ويمنع الحمل لانه بينقص الجونادوتروبينز، فدي الاجابه اللي تختارها. هل هو بولي بيبتايد هرمون؟ طبعا، هو جروث هرمون والاي سي تي اتش، دول الثلاث هرمونات من الانتيريور بيوتري اللي تركيبهم بولي بيبتايد. السؤال الثاني، برولاكتين سيكريشن از انكريزد باي، انت هتختار غلط. هل بيزيد بالكاتيكولامين سيكريشن؟ طبعا لا، اهي دي الاجابه الخطا. ايه؟ لان قلنا الكاتيكولامينز للاوائل بتشمل الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين. طب واحنا قلنا ان الدوبامين ده هو البرولاكتين انهيبيتنج، يبقى بينقص برولاكتين ما بيزودوش، انما بيزيد بالسليب عند الانست زي الجروث هرمون. ما احنا قلنا البيتيوتري غده ليليه، الجروث هرمون والبرولاكتين والاي دي اتش بتاع البيتيوتري كلهم بيزيدوا بالليل. بيزيد بالهاي ليفل الايستروجين، لسه شرحينها صح. بيزيد باي كاتينج ذا بيتيوتري ستوك، دي صعبه شويه. ما انت لو قطعت اتصال البيتيوتري بالهايبوثالاموس اللي يسموه بيتيوتري ستوك، يبقى ما فيش حاجه هتوصل من الهايبوثالاموس بيتيوتري لانك قطعت الوصله، يبقى ما فيش برولاكتين انهيبيتنج هيوصل البيتيوتري، فالبيتيوتري تبتدي تطلع البرولاكتين. فالاجابه الخطا هنا هي بي فور بيبي، اسف اي فور الفا. الانسامونز ديزيز، the patient has pale skin، صح، لانه مفيش ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون اللي هو بيقوم مقام البيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون في الانيمالز اللي هو بيعمل بيجمنتيشن. السمون ده بان هايبوبيتيوتريزم، كل هرمونات البيتيوتري ضاعت بما فيها الاس تي اتش اللي بيعمل بيجمنتيشن، يبقى البيشنت از بيل. هل البادي ويت از انكريز؟ لا، دي الحاله الوحيده من البان هايبوبيتيوتريزم اللي فيها البادي ويت بيقل، وبنسميها كاشيكسيا. ليه بقى؟ لانه في السمون ديزيز بيتضرب السنتر اللي بيخليه ياكل، الفيدنج سنتر في الهايبوثالاموس. في بقيه انواع البان هايبوبيتيوتريزم بسبب انه الهرمونات اللي بتعمل لايبوليسيس مش موجوده، الانسولين هو الوحيد اللي مالوش يعني لم يتاثر انه طالع من البنكرياس وبيعمل لايبوجينيسيس. فيبقى دي الاجابه اللي مطلوب حضرتك تختارها، ان البادي ويت بالعكس بيقل، يبقى بي فور بيبي. السؤال الرابع، ان بان هايبوبيتيوتريزم هنسميه شي هانز اذا كان سببه سيفير بوست بارتم هيموريج، صح. الان عنده رابيدلي ديفلوبينج بريماتور سينيليتي، صح. عنده هايبوغلايسيميا، صح، لانه عنده انكريس سنسيتيفيتي تو انسولين. انما ذا بيشنت كان نوت تولريت هوت ويذر، لا، هنا الثيرويد مش شغاله اللي هي الهيتر،
يبقى كان نوت توليريت كولد ويذر. يبقى الإجابة اللي تختارها هنا هي دي فور دادي. ريجاردينج الأوكسيتوسين، هل هو نونا بيبتايد 9 أمينو أسيد؟ صح. سيكريتد مينلي باي سوبرا أوبتيك نيوكلياي وهايبوثالامس؟ غلط. هو سيكريتد مينلي باي ذا باراميتريكول نوت أونلي. هو قلت إن التو هرمونز بيطلعوا من التو نيوكلياي، بس السوبرا أوبتيك تطلع أكتر إي دي إتش، والبارامنتريكولار تطلع أكتر الأوكسيتوسين. فدي الإجابة اللي تختارها بي فور بيبي. هو بيعمل كونتراكشن الأوكسيتوسين، بيكونتراكت الماي إبثيليال سيلز فيساعد الرضاعة، بيكونتراكت اليوترس فيساعد الولادة، بيكونتراكت السيلز اللي بتساعد الإيجاكوليشن في الميل وبتعمل نيجاتيف بريشر في الفيميل، يبقى بيشتغل بالداي أسايل جليسرول وإنستول ترايفوسفيت. صح. دي لطيفة قوي وهي معلومة جميلة. هل هو it causes uterine colics during suckling of nipple اللي هو nursing؟ ان الست وهي بترضع، تعلموها دي في الحياة العامة لطيفة قوي، الست وهي بترضع بيطلع اوكسيتوسين بيساعد الرضاعة لكن في نفس الوقت بيقبض الرحم فبتحس uterine colics. دي من رائع الخلق والخالق وفهمها لك ليه. ان الرضاعة الطبيعية مش مفيدة بس للبيبي. طبعا هتقولي مفيده للبيبي في ايه؟ هقول لك ان اللبن سترايل معقم درجه حرارته بالظبط 37 دافي، في انتي بوديز ميونوجلوبولينز فبتزود الاميونيتي بتاعت البيبي. 4 بيتغير بتغير الزمن، يعني دي هنبقى نحكي عليها في الريبرودكشن. ان رائع الخلق والخالق ان الفورمولا بتاعت الميلك، تركيبه الميلك بتاعت الام دي مش ثابته من اول الرضاعه الاخيره، لا ده بتتغير مع احتياج الطفل، هحكي عنها باذن الله اذا كان في العمر بقيه في البرودكشن. يبقى الرضاعه مفيده للبيبي في الاربع حاجات اللي قلناها، لكن مفيده كمان للام لان هي بترضع بيطلع اوكسيتوسين يقبض الرحم فيساعد الانفليوشن اوف ذا يوترس. بعد الولاده بيبقى حجم الرحم صغر شويه بس ما رجعش للحجم الطبيعي، عاوزين نصغره بقى لان كان في بيبي كبير قوي، عاوزين نعمل له انفليوشن. تصور لما ترضع يطلع اوكسيتوسين يساعد البيبي في الرضاعه لكن يساعد الام لانه بيقبض الرحم فيساعد الرحم يصغر 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 ويرجع لحجمه الطبيعي. فكانما الرضاعه الطبيعيه مفيده للرضيع زي ما قلت في الاربع حاجات، ومفيده للام في انها بتساعد الانفلوشن اليوترس وعشان كده بتحس بتراين كوليكس. طبعا ده غير الميزه الاساسيه اللي هي الرابطه السيكولوجيه بين الام والابن في حاله الرضاعه، ودي هنحكي عليها في السيكولوجي باذن الله. وعليه السؤال الاول اجابه سي لايك كات، الثاني اي لايك الفا، والثالث بي لايك بيبي، والرابع دي لايك دادي، والخامس بي لايك بيبي. ده كانت الاسئله. فنتوقع الله بقى ونبتدئ. عندنا النهارده باذن الله الاي دي اتش، وهنبتدي في البيتيوتري جلاند. تعالوا ناخد الانتي دايريتيك هرمون او الفازوبريسين. الاول تعالى نعمل مراجعه كده، البوستير بيتيوتري بيسموها نيورو هايبوثيسيس، فاكر ليه؟ عشان التو هرمونز بتاعتها بيتعملوا في النيرفس سيستم مين للهايبوثالاموس في سبيشال نيوكلياي. فالاي دي اتش وده سؤال ام اس كيو بيتعمل اساسا في السوبرا اوبتيك نيوكليس اللي فوق الاوبتيك كازما اهي، وده موضوعنا النهارده، وبنسميه فازوبريسين لانه بيعمل فازو كونستريكشن، سموه انتي دايريتيك لانه ضد اضرار البول، واسم تاني لا يقل شهره فازوبريسين لانه بيعمل فازو كونستريكشن. اما الاوكسيتوسين بيطلع من النيوكليس اللي جنب الفراغ اللي في المخ اللي هو اسمه الثيرد فنتيكل، فبيسموها بارامنتيكول نيوكلياي. ودي جبت لكم سؤال تاني معلومه في كليهما بتيجي، ان هما الاثنين نونا بيبتايد سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن. يبقى تعال نجمع مين في الانتيريو بيتيوتري سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن، الجروث هرمون والبرولاكتين. هما الاثنين الاسيدوفيليك، هما الاثنين بولي بيبتايد، حتى كان الجروث هرمون عنده زودنا عن بقيه الطلبه لاكتوجينيك افكت. طيب الاي دي اتش والاوكسيتوسين سيميلر ان ستراكشر، هما الاثنين نونا بيبتايد وان فانكشن. وقلتها لكم اللي ما يعرفوش الزملاء الاصغر سنا ان الاي دي اتش عنده ويك اوكسيتوسين لايك اكشن والاوكسيتوسين عنده ويك اي دي اتش لايك اكشن.
طيب تالت معلومة، هما الاثنين طب بيوصلوا ازاي، يتعاملوا في الهايبوثالامس وبيختزن في الاستور دي انفستيرو بيوتري. المعلومة الثالثة، طب وصلوا ازاي من الهايبوثالامس للبوستيرو بيوتري؟ عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، اللي هي نيرفس كونكشن، اللي هي مجموعة الاكسون بتاعت النيورونز اللي عملتها، نزلوا هما جوه الاكسون ده مع المية اللي جوه الاكسون الاكزوبلازم لحد ما وصل البوستيرو بيوتري. وفي حقائق يعني ملهاش قيمة قوي بس طريفة، انه بيمشي بمعدل 3 ملي في اليوم، يعني بيقطعوا المسافة دي حوالي في 1 ويك. خلاص؟ في 1 ويك. النقطة الأخيرة ان هما ستورد قلنا في البوستيرو بيوتري، بعدين سكريتد كأكشن كيميكال ترانسميتر، بيبقى بالظبط بأكشن بوتنشال، يدخل كالسيوم من خلال فولتج جيتد كالسيوم شانل، وبعدين يطلعهم بالاكزو سايتوزيس، وبيطلع الاي دي اتش مع نيوروفيزين 2، اما الاوكسيتوسين بيطلع مع نيوروفيزين 1. النيوروفيزين ده بروتين، قلت لكم قصته، ان اي بوليبيبتايد او بروتين هرمون بيتعمله كبرو بري هرمون ثم برو هرمون ثم هرمون بري برو برو اند هرمون، فهم في الاخر طلعوا مع البروتين اللي اتعاملوا معاه. فالاي دي اتش طلع مع النيوروفيزين 2 والاوكسيتوسين طلع مع النيوروفيزين 1. اما ليه سموا البروتين نيوروفيزين؟ عشان احنا قلنا البوستيرو بيوتري بنسميها نيورو هايبوثيسيس، لان الهرمونات بتاعتها بيتعملوا في النيرفس سيستم، فسموا البروتين نيوروفيزين 1 ونيوروفيزين 2. قلت لك ما تلخبطش ان رقم السعد في الاي دي اتش هو رقم 2 لانه متعلق بالميه، وقلنا حتى نورماندي 2. طيب نبتدي بقى بالانتي دايريتيك هرمون او بيسموه فازوبريسين. اهم حاجه نقول الاكشن والكنترول. قلنا عندنا 14 هرمون في الاندوكراين والريبرودكشن، لازم تبقى عارف الاكشن والكنترول. دول بيجي فيهم سؤالين من الثلاث اسئله اللي بيجوا في الاندوكراين والريبرودكشن، يعني دول اهم حاجه لازم تبقى عارفها في اي غده، الاكشن والكنترول. طيب الـ ADH عنده two main actions. أنا مش مذاكر وعلمتكم بمفكر، فمكتوب في ورقة الأسئلة الـ actions of ADH بين قوسين vasopressin. تصور هو دون أن يدري غششني الـ action. Anti-diuretic هرمون ضد إضرار البول، بيقلل حجم البول، يبقى لازم يبقى عنده renal function. طب اسمه فازوبريسين، يبقى لازم يكون بيعمل فازو كونستريكشن، وده اكسترا رينال فانكشن. عشان كده في ورقه الاسئله كان مكتوب فكره الاجابه انه بيشتغل رينال واكسترا رينال. طيب تعال نبتدي بالرينال. وهنا زي ما بقول يا اولاد، انا ما بهتمش بان انا اجي اقرا معاكم، انما بهتم بانكم تفهموا، لان الفهم ممكن يخليك تكتب فيسيولوجي. زي ما بقول، زي ما نزار قباني قريبي من سوريا رحمه الله كان بيقول الحب بعض من تخيلنا على الأرض، إن لم نجده لاخترعناه. أنا بقى بقول لك الفسيولوجي بعض من تخيلنا على الأرض، إن لم نجده لاخترعناه. دلوقتي الـ ADH عشان يقلل حجم البول اسمه أنتي دايريتك ضد أضرار البول، يبقى لازم يشتغل على الكلى، يبقى دي معلومة هتاخد عليها نمرة. فين يشتغل على الكليه بقى؟ خد قاعده بقى، كل الهرمونات بتشتغل على اخر حته في النفرون اللي هي الديستال كونفوليوتد تيبيول والكولكتنج تيبيولز، كل الهرمونات ما عدا ليها اكسبشن. هقول ليه بيشتغلوا على اخر حته في النفرون وليه في اكسبشن. تعال نفكر، هو ايه وظيفه الهرمونات على الكليه؟ افتح ودانك، سيبنا من الموضوع الاساسي، عاوزين نحط القواعد العامه. الهرمونات بتعمل، افتح ودنك، final adjustment of urine، ضبط نهائي للبول. ادام بيعملوا ضبط نهائي، عمرك سمعت عن نهائي؟ نهائي بيلعبوه في اول الدوري، النهائي لازم يتلعب في الاخر. يبقى ادام هما بيعملوا ضبط نهائي للبول، يبقى لازم كلهم يشتغلوا على اخر حته في النفرون
اللي هو distal convoluted tubule and collecting tubules قاعدة. طب في exception ما عدا الهرمونات اللي لها علاقة بالفوسفيت بتشتغل على proximal convoluted tubule على proximal هنا. حتى لطيفة في الحفظ البي مع البي بتوع الفوسفيت على proximal. شوف مين هيذكرني لما نيجي الهرمونات متعلقة بالفوسفيت. صار احكي لك قصة. عندي كتاب لرئيس قسم فاضل لقيته عكسها كاتب ان هرمون بيشتغل على الفوسفيت على الديستال وعندي الكتاب. فانا تأكدت في ساعتها او في ساعتها ان الراجل ده مش متابع القصة. يعني مفيش في دماغه الايديا اللي هقولها لك دلوقتي. هو ليه الهرمونات اللي بتشتغل على الفوسفيت بتشتغل في البروكسيم؟ الجسم يا شباب لا ينتج غير اسيدز احماض بس. الميتابوليزم بتاعنا طلعش غير احماض. والاحماض نوعان، في فولاتايل متطايره نتخلص منها عن طريق اللانج اللي هو الكربونيك اسيد بيكسر لثاني اكسيد الكربون وميه السي او 2 يطلع من اللانج. يبقى الجسم لا ينتج غير احماض. الاحماض نوعان، الفولاتايل تطلع عن طريق الريسبيراتوري سيستم. طب والفيكسد اسيد زي الفوسفوريك زي السلفوريك اسيد زي اللاكتيك اسيد مين اللي بتخلص منه؟ كيدني في البول. يبقى تخيل بقى الكلية البول اللي ماشي فيها ده هايلي أسيدك. يبقى النفرون ممكن يتحرق إلا إذا حطينا عليه بفر فوسفيت بفر. تفتكر البول دخل فيه الأسيدز اهو، أحط الفوسفيت بفر في الأول ولا أحطه في الآخر؟ فكر معايا، استنى لما يتحرق الكليه بعدين احط البفر ولا احطها من اول لحظه في البروكسيمال؟ This is why كل الهرمونات يا اولاد اللي لها علاقه بالفوسفيت بحرف البي بتشتغل على البروكسيمال. مش عشان دكتور ناجي بيحفظك البي مع البي، عشان تبقى فاهم ان كل الفيكسد اسيد بتطلع في اليورين. يبقى لازم عشان الكليه ما تحرقش في الاول من الاول خالص اروح حاطط عليها فوسفيت بفر. لقيت الزميل فاضل كاتبها بالعكس، قلت ده 100% الناس دي بتقرا، الناس دي مش متابعه القصه. وزي ما بقول اعتبر دي بقى تريد مارك، ماركه تجاريه مسجله باسم الدكتور ناجي والماركات اللي بديها لك كتير قوي. ادي واحده فيهم النهارده. ايه الواحده؟ ايه التريد مارك اللي خدتها النهارده؟ قاعده هي اهم من الحصه كلها، ان كل الهرمونات بتعمل فاينل ادجستمنت. اذا الخلاصه تشتغل على الفاينل بارت اوف ذا نيفرون اللي هو الديستال كولكتيف. بقيه التريب مارك، بقيه الماركه التجاريه ما عدا اللي بيشتغلوا على الفوسفيت بحرف البي يشتغلوا على البروكسيم. وفهمت ليه؟ طيب الانتي دايريتيك ده بيشتغل على الديستال كولكتيف تيبيولز، اسمه انتي دايريتيك. يبقى بيعمل امتصاص للميه ضد اضرار الميه، بيعمل ووتر ابزوربشن، بيمنع ادي البول نازل اهو هو بيرجع الميه تاني انتي دايريتيك. ازاي دلوقتي؟ هو في عشان ترجع الميه في حاجتين، لازم تفتح الباب. وانس فتحت الباب اوريدي حوالين النيفرونز الضغط الاسموزي متزايد، في هايبر اسموتيك جريدينت، يعني الانترستيشال تيشو حوالين التيبيول بيبتدي ب 300 ملي ازمول زي البلاد وينتهي تحت خالص ب 1200، اربع مرات ضعف البلاد ملي ازمول. يعني انت بس كل اللي عليك تفتح الباب والهايبر ازموتيك جريدينت هو هيشد الميه. فالاي دي اتش كل اللي بيعمله انه بيفتح الباب، بس بيفتح الباب ازاي بقى؟ بيحط في النيفرونز في الديستال كولكتنج اكوا بورين 2. افهم الكلمة اكوا يعني مية، اكوا بور يعني ثقب، اي ان علمتهولك يعني ايه؟ بروتين. يبقى بروتين فيه ثقب بيسحب المية اسمه اكوا بورين 2. ده كل وظيفة الاي دي اتش. يبقى الاي دي اتش كل اللي بيعمله بيروح حاطط في النفرون، فاني حتى قلنا كل الهرمونات بتشتغل في الديستال هاف اللي هو الديستال والكولكتي، يروح حاطط اكوا بورين 2. وحتى قلت لك ما تنساش الـ ADH كل حاجة فيه رقم 2 طالع مع نيوروفيزين 2 بتاع المية. الـ ADH بتاع المية كله 2، نورماندي 2 لو كنت فاكرها، يبقى طالع مع نيوروفيزين 2 رقم السعد 2 اهو، ماركة تاني
تريد مارك، ماركه تاني مسجله باسم دكتور ناجي. كل حاجه فيه 2 نورماندي 2 بتاع البايرن، نيوروفيزين 2 بيحط اكوابورين 2 وبيشتغل الريسبتور اللي موجود على الكدني اسمه فازوبريسين 2 ريسبتور، في 2 ريسبتور، كلها 2، كل حاجه لها علاقه بالميه 2. فبيحط الاكوابورين 2 يروح ساحب الميه. تسال الزملاء، ما اعرفش ليه ما بتسالهمش في المحاضرات، طب انت قلت لنا اكوابورين 2 امال هو، يبقى لازم في اكوابورين 1، مش موضوعنا بس لازم الزميل الفاضل اللي بيدي المحاضره يجيب سر انه في نوعين من البورز في النفروم بتسحب الميه. الاكثر شيوعا اللي بيسحب معظم الميه، عشان كده سموهم اكوابورين 1، ده في كل النفروم، لان سحب الميه ده بيتم في كل النفروم، ده اكوابورين 1. ده not under the control of antidiuretic hormone، عشان كده بجيب ناس سيرته، مسؤول عن حاجه اسمها obligatory water absorption. obligatory يعني اضطراري، كل الناس بتسحب معظم الميه من غير ما تدفع اي حاجه، من غير ما تعمل اي مجهود. obligatory water absorption في كل النفرون، ملوش علاقه بالاي دي اتش، يبقى ده الاكثر شيوعا، عشان كده سموه اكوابورين 1. This is why that سمى اكوابورين 2. بليز يا جماعه في المحاضرات احرجوهم، ارفع ايدك كده وقول له انت بتقول لنا اكوابورين 2 فين 1؟ عارف هنا لا يمكن ادخل محاضره الا ما اكون مستعد لهذا السؤال، مش هيفوتها لي ولا واحد في القاعدين. انما احنا عندنا عارف زي ما صعيد عادل امام، ناس طيبين يا خال، ناس طيبين، طلبه طيبين قوي يا خال، لا عاوزين ترمينولوجي اصل الكلمه ولا فكره الاكشن ولا للتسميه ولا اي حاجه، طالب مسالم كده قاعد في دنيا تاني. طيب نكمل، ده لسه في كلام جامد. طب دلوقتي الاي دي اتش هيشتغل ازاي بقى؟ دي برضو تريب مارك رقم 3 قلناها قبل كده. قلت يا شباب كل الغدد اللي بحرف البي المشهوره عدهم لي، بيتيوتري اللي هي موضوعنا دلوقتي، بصين بيتيوتري، وبانكرياس بحرف البي، وباراثايرويد بحرف البي، تركيب الهرمونات بيبقى بحرف البي، بروتينز اور بيبتايدز اهو، نونا بيبتايد، نونا بيبتايد. طب دول قلنا ليبيد انسوليبل لايبوفوبيك، ما بيدخلوش جوه الخليه، السيل ممبرين بتاع الريسبتور ده الفي 2 ريسبتور ده في السيل ممبرين، خلاص موجود في السيل. وبيشتغلوا ازاي؟ قلنا الطريقه الاساسيه عن طريق سيربنتاين ريسبتور اللي لافف كام لفه، فاكره؟ قلنا الاعداد اللي كرمها الخالق 7 لفات، ياثر في جي بروتين كم قطعه، اعداد كرمها خالق برضو ماركه مسجله 3، يبقى السيربنتاين ريسبتور المتصل بجي بروتين، السيربنتاين 7 لفات وجي بروتين 3 قطع. يشتغلوا عن طريق سكند ماسنجرز حاجه من 4، قلت مش هنقابل غير 2 ماركه مسجله، في الاغلب هنقابل ال سايكليك ام بي، هو ده السكند ماسنجر، الا اذا كان الموضوع محتاج كالسيوم. وامتى يحتاج كالسيوم؟ لو في كونتراكشن او في اكزوسيتوز، هنا لا في كونتراكشن ولا اكزوسيتوز، يبقى الاي دي اتش اللي هو نونا بيبتايد بحرف البي يبقى هيشتغل نون جينوميك سيربنتاين ريسبتور جي بروتين عن طريق السايكليك ام بي، قواعد ماركه مسجله تريب مارك. يبقى انا هنا ما بديكش معلومات، بديك هاو تو ثينك. الطالب اللي يسلعني بيطلع بحاجه واحده بس، اتعلم يفكر، مش بس في الفسيولوجيا يا اولاد، عاوزكم تفكروا في الاناتومي وفي البايوكيمستري وفي الهيستولوجي، وعاوزك لما تقعد في المحاضره ارفع ايدك احرجهم، قول لهم معنى الكلمه، قولوها لي، فهمهاني ليه، طب بتقول تو فين وان اند سو اون. ده لسه الموضوع هيحلو اكتر. طيب لما انا اسحب ميه يا اولاد، اسحب ميه اسحب ميه اسحب ميه، تخيل طول ما الفلويد نازل البول عمال اسحب منه ميه، فبيتركز في الاخر، هيبقى تركيزه جوه زي تركيزه بره، يبقى سحب الميه صعب. عشان كده في اخر حته في الميدلري بارت اوف ذا كولكتنج تيبيول، ميدلري اهي مكتوبه تابعني بالليزر، الكولكتنج تيبيول الحته اللي فوق دي في الكورتكس اوف ذا كيدني، في قشره الكليه، اللي تحت في النخاع بتاع الكليه المضله، عشان سحب الميه سحب الميه سحب الميه، احنا قلنا بتتسحب بالهايبر اوزموتيك جريدينت. طب انت ما بتسحب ميه بقى جوه برضه الضغط الاسموزي عالي، انك سحبت ميه يبقى سحب الميه هيقل، الا اذا في اخر حته مع الميه سحبت يوريا بولينا،
يبقى اليوريا بالاسموزيس هتشد المايه. This is why ال ADH بيزود البرميابيلتي اليوريا فقط في الميدلري بارت. في الميدلري بارت. طيب في الكورتيكال بارت بيعمل حاجه مهمه جدا. احنا في ايوم بنخاف منه جدا يا شباب، قلنا كما انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل. حتى قلت ان الحقنه المميته اللي بيستخدموها في بعض الولايات هنا في الولايات المتحده في الاعدام ما هي الا بوتاسيوم كلورايد. خلاص بتوقف القلب انداستول. وعلمتكم معلومات جميله في سنه اولى، اتمنى تبقوا فاكرينها. رقم البوتاسيوم لا ينسى، البوتاسيوم في الدم اوعى تنساه، لا ينبغي ان يزيد عن 5 ملي اكوفيلنت بير لتر. 5 ورقم الحسد 5 وخميس، يبقى عشان ما يحسدكش البوتاسيوم ما يصحش يزيد عن 5. اقول لك معلومه جميله اعتبرها فقط معلومات عامه، لو وصل 6 ل 7 لازم نعمل لك غسيل كلوي عشان ننقص البوتاسيوم. اذروايز اشوف مين هيفتكر الارقام دي لما نيجي للكدني باذن الله. لو وصل 11 واحد زائد واحد جنبيها 11 الهارت ويل ستوب ان ذا ستون. يبقى نو كيدنج اتول ويز بوتاسيوم، مفيش هزار مع البوتاسيوم. فعشان كده بيتخلص منه وبدري في الكورتيكال بارت. يبقى ده الاكشن اوف اي دي اتش على الكدني، الرينال اكشن. لسه ليك بلا صغيره هاجي لها بعد ثواني. يبقى هو اسمه انتي دايوريتيك، نفكر تاني. يبقى هو ضد اضرار البول، يبقى بيعمل ووتر ري ابزوربشن، يسموها فاكالتاتيف يعني اختياري عكس الاوبشن اللي قلناه قبل كده. لو في اي دي اتش امتص ميه، ما فيش ما امتصش يبقى بمزاجي حسب الاي دي اتش، يبقى فاكالتاتيف اختياري ووتر ابزوربشن. يلا ساعدني انت بقى من فضلك، شوف فهمت ولا لا. كل الهرمونات تشتغل فين؟ بتعمل فاينل ادجستمنت اوف يورين، يبقى تشتغل فين في الكدني؟ قاعده ماركه مسجله. ديستال اند كولكتيف. طيب دي اول حاجه، ما عدا مين نقولها مع انها مش موضوعنا دلوقتي. اللي بيشتغلوا على مين؟ سمعتها الفوسفيت بحرف البي على البروكسيمال. انت فاهم ليه؟ عشان الفيكسد اسيد اللي دخلت في اليورين اول ما تدخل نحط عليها فوسفيت بفر في البروكسيمال بي، مش عشان البي مع البي، وقلت الزميل كان عاكسها حاجه تكسف. بصيت في الكتاب، عندي الكتاب، استغربت ايه ده؟ طيب يا اولاد ازاي بقى بيشتغل؟ بيشتغل عن طريق فازوبريسين 2 ريسبتور. كل حاجه ميه اديها رقم 2، قلنا كان مع نيوروفيزين 2 فازوبريسين 2 ريسبتور. اللي هو هيشتغل ازاي؟ قلنا الاي دي اتش ده نونا بيبتايد حرف البي، يبقى يشتغل نون جينوميك. مين اشهر طريقه نون جينوميك؟ سيربنتاين ريسبتور وبعدين جي بروتين، اللي هو بيشتغل باربع طرق بننقي منهم اثنين، الاشهر هو السايكليك ام بي، فهو بيشتغل بالسايكليك ام بي. بيعمل ايه بقى؟ بيحط اكوا برين 2. امتصاص الميه في الكورتيكال وفي الكولكتنج. مع الميه بنمتص يوريا في الميدلري بارت، بنخلص من البوتاسيوم، مش بنمتص، بنخلص منه مش عاوزينه في الكورتيكال بارت. ده الاكشن على كدني. نيجي بقى الاكسترا رينال. هو مكتوب قصادي فرد الاسئله فازو بريسين، يبقى 100% بيعمل فازو كونستريكشن. طب هنا الفازو كونستريكشن عن طريق فازو بريسين 1 ريسبتور، عشان لما تسالني دقت المايه كانت 2 نورماندي 2، افتكر اي حاجه في المايه 2 فازو بريسين 2 اكوابورين 2، انما الفازو كونستريكشن عن طريق فازو بريسين 1 ريسبتور. طب الفازو كونستريكشن ده عباره عن ايه يا اولاد؟ عباره عن كونتراكشن. يبقى الكونتراكشن ده عاوز ولا مش عاوز كالسيوم؟ 100% ما يحصلش غير كالسيوم، يبقى هنا ما ينفعش اخد السايكليك ام بي، لازم اخد الداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. اللي قلت مش هاخدهم غير في حالتين، لو كان الهرمون بيعمل كونتراكشن او اكزو سايتوز. وقلت يا شباب ان هذا الاي دي اتش بيعمل فازو كونستريكشن بغباوه. يعني لكل الفيسلز انكلودينج الكرونريز. بس مهم جدا، تعالى فقره معلومات عنه. ده علاج هايل في الاسوفيجيا الفاريسز، عشان تحبها اكتر عبد الحليم حافظ كان البلهارسيا نهشت يعني كبده وعملت له سيروزس وحصل له دوالي مريء، وهو بيغني كان فجاه دوالي المريء دي اللي هي الفيسلز المنتفخه في المريء تنفجر ويطلع دم، حتى كان خاف انه افتكر ان عنده سول تي بي، هو ما كانش سول، هي كانت دوالي المريء. كان الدكتور الخاص بتاعه
مستني ورا الكواليس معاه حقنه فيها انتي ديريتيك هرمون اللي هو فازوبريسين يديها له عشان تعمل فازو كونستريكشن وتوقف النزيف، بس بشرط ان قلبه يبقى سليم لانها بتكونستريكت كل حاجه ما فيها الكوروناري. يبقى الفازو كونستريكشن عن طريق فازوبريسين 1 اللي بيشتغل ادام كونتراكشن يبقى داي اسايل جيسترول انستول تراي فوسفيت. عشان اكمل لك القصه برضو بتاعت عبد الحليم، كان يقول غلبان الحقنه دي بتجيب لي مغص، لانها زي ما بتكونتراكت المصل بتاعت البلاد فيسل بتكونتراكت المصل بتاعت الجي اي تي، وبنفس الغباوه تكونتراكت الول والسفنكتر. المفروض احنا البارا كان الباراسمباتيك كونتراكت الول ريلاكس السفنكتر، السمباتيك ينهيبت الول كونتراكت السفنكتر، انما الاي دي اتش بيكونتراكت كل الفيسلز وكل السموث ماسلز، وبرضو عن طريق ايه هنا كونتراكشن داي اسال جيسترول انستول ترايفوسفيت فازوبريسين 1 ريسبتور. طب نرجع نكمل الكليه. طب ده هو انت قلت لنا انه بيعمل فازو كونستريكشن لكل الفيسل بغباوه، يعني هل هيكونتراكت رينال فيسلز من الضمن؟ طبعا هيعمل لها فازو كونستريكشن. الله، يبقى مفيش دم جاي للكليه، يبقى هنشتغل ازاي ومفيش حاجه جت للكليه؟ شوف العظمه الالهيه. عشان كده في نوع ثالث واخير من الفازوبريسين ريسبتور اسمه فازوبريسين 3 ريسبتور، فازوبريسين 3 ده على الرينال فيسلز يعمل ايه بقى؟ يطلع بروستاجلاندينز، يعمل فازو دايلتيشن، يعني كاونتر اكت الفازو كونستريكشن. فالوحيد اللي يفلت من الفازو كونستريكشن اللي ما يحصلش فيه فازو كونستريكشن هو الكليه عن طريق هذا الفازوبريسين 3 ريسبتور. يبقى كل الجسم حصل فيه فازو كونستريكشن ما عدا الكليه، حصل ما حصلش حاجه، لانه هو الفازو بروسين 2 بيعمل كونستريكشن، الفازو بروسين 3 بيطلع بروستاجلاندين تمنع الكونستريكشن، يبقى الاكشن شغال على الكلي. عشان كده قلت لك هنرجع لها بعد ثواني. طيب نكمل. هو ليه الانتير الاي دي اتش ما اتعملش؟ قلت لكم هجاوب لكم الحته دي، جاوبت حته منها في الاكستوسين. ليه الاي دي اتش ما اتعملش واختزن في البوستيريور بيتوتري كغيره من الهرمونات؟ يعني كل الغدد ما عدا البوستيريور بيتوتري بتصنع وتخزن. ليه الاي دي اتش والاكستوسين اتصنعوا في النيرفس سيستم واختزن في البوستيريور بيتوتري؟ عشان كده سموها نيورو هايبوثيسيس، يعني هايبوثيسيس المعتمد على النيرفس سيستم. لان هما في الاصل يا اولاد كيميكال ترانسميتر. خلاص، بدليل حتى كنت شايف انهم بينزلوا مع الاكسون بتاع النيورونز وبيطلعوا باكشن بوتنشال عادي وكالسيوم واكسيتوز كانهم كيميكال ترانسميتر. جزء منهم يا اولاد بيتسرب في الهايبوثالاموس ويعمل كونسوليديشن اوف ميموري، تثبيت للذاكره. حتى بقولها بطريقه طريفه ان اللي بيثبت معلومات الاي دي اتش هو الاي دي اتش اللي بيتسرب في الهايبوثالاموس، خليك تفتكر. وجزء تاني بيتسرب في الهايبوثالاموس مشابه للكورتيكوتروبين ريليسينج هرمون، فينزل ما يروحش بوستيريور بيتوتري خالص، حاجه غريبه جدا، ينزل عن طريق الهايبوفيزيال الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، يروح للانتير بيتوتري كورتيكوتروبين بيشغل الكورتكس يطلع الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون اللي تطلع كورتيزون اللي سموه كورتيزون عشان طالع من الكورتكس. يبقى ليه ما اتعملش في البوستيريور بيتوتري انما اتعمل في الهايبوثالاموس واختزن في البوستيريور بيتوتري؟ لان في جزئين لازم يبقوا في الهايبوثالاموس، جزء ككيميكال ترانسميتر يعمل كونسوليديشن ميموري، وجزء يشتغل ككورتيكوتروبين ريليسينج هرمون يطلع الاس تي اتش يطلع كورتيزون. طالب قال لي يعني الكلام انت بتقوله حلو قوي قوي، بس يعني انا عندي اعتراض صغير. قلت له ايه؟ قال لي الاكشن جميله، فهمناها حلو خالص، بس شكلها سمك لبن تمر هندي. يعني هرمون يروح للكليه ضد اضرار البول، ويروح للفيسل يعمل فازو كونستريكشن، ويطلع في الهايبوثالاموس يعمل كونسوليديشن اوف ميموري، ويروح للكورتكس يطلع كورتيزون. ايه ده؟ ايه ده علاقه ده بده بده؟ تصور السؤال اللي انت بتسألهوني دلوقتي، اللي انا عارف انك هتسألهوني ومن غير ما تسألهوني هجاوبه، وجاوبته هنا برضو زي ما بجاوبه عندكم. السؤال ده انا سألته لنفسي، وانا اؤمن بحاجة تختلف عن الاخرين انت عارفها، انه وراء الخلق خالق.
لا يمكن ربنا يبقى عامل مجموعة من الأكشن المتناثرة المتباعدة الغير مترابطة، لازم في رابط. فقعدت أعصر دماغي كده، قلت يا خبر، ده الـ ADH بيلعب. اسمع دي حلوة قوي قوي، تريب مارك جميلة اهو. ما أنا بقولك بعرف طلبتي من آلاف التريب ماركس، لو قالوها يبقى ده 100% سمعوني. الـ ADH بيلعب سيمفونية، افتح ودنك، الهيموريدج. في الهيموريدج انا عاوز ايه؟ اللي قلته بالظبط، انت جاوبني واحده واحده. انت فقدت دم، يعني حجم الدم تقلص، لسه هتفقد بول كمان فيتخلص اكتر، يبقى لازم تقلل حجم البول. ده الاكشن على الكدني، الانتي دايريتك بيقلل حجم البول، بيعمل ووتر ري ابزوربشن. طب انت فقدت دم، هينهار الضغط، يبقى لازم تعمل فازو ايه؟ كونستريكشن تو مينتين الارتيا بلاد بريشر، لصالح البرين والهارت الفيتال اورجانز، هو بيعمل فازو كونستريكشن. طب احنا لما عيان بيحصل له هيموريدج عندنا في اوض العمليات ومفيش بلاد لسه جاهز، عارف ايه احسن حقنه لايف سيفنج؟ كورتيزول. يعني يقول لك هات حقن الديكادرون، ده له بسرعه الديكادرون بيمينتين الارتيا بلاد بريشر لحد ما نجيب دم. طب ما الاي دي اتش اداك حقن الكورتيزول اهو، بيشتغل ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، يطلع الاس تي اتش. ده ما راحش خالص بوستيرو، شوف العظمه، شويه راحوا الانتيرو مش بوستيرو خالص، واشتغل ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، طلع الاس تي اتش، طلع كورتيزول. ده ايه العظمه دي؟ طب واحد يقول لي وبيعمل كونسوليديشن وميموري. فكر، هل لو انا ما انتبهتش وانا بشتغل على مكنه ولا وانا بعدي شارع فحصل حادثه على اساليها نزفت، مفروض اتذكر ده وما عيدوش تاني ولا انساه؟ المفروض اتذكره، عشان كده عمل كونسوليديشن ميموري. بينما الاوكسيتوسين بتاع الولاده عشان يستمر الناس في التكاثر ويملأوا الارض، ربنا خلى الاوكسيتوسين ينسي الست، يعمل لوس اوف ميموري الولاده. فقلت يا خبر ابيض، ايه العظمه دي؟ ايه الروعه دي يا رب؟ الاي دي اتش يعزف سيمفونيه الهيموريدج، يمنع فقدان الميه في البول، انتي دايريتك، لانه انتي دايريتك، لاني انا فقدت دم مش لسه افقد ميه، وعشان احافظ على الضغط يعمل فازو كونستريكشن تو مينتين الارتيا بلاد بريشر، وعشان عبال ما اخد فلويد يعوضني طلع كورتيزول. شفت ازاي تسرب جزء الانتيرو بيتوتري ويشتغل ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، طلع اس دي اتش، طلع كورتيزول، وما يصحش انسى الحادثه اللي ادت الى ذلك، فعمل كونسوليديشن اوف ميموري. في وقتها قلت كما دائما أقول شيئا واحدا، أنه وراء الخلق خالق، قوة عاقلة نسميها الله. وده ليه العبد الله مختلف في شرحه الفسيولوجي عن أي شخص آخر، إن كل حاجة بيفكر فيها. إشمعنى بتوع الفوسفيت بيشتغلوا على البروكسيم فما اكتبهاش بالعكس زي رئيس قسم الفاضل؟ لأني فاهم ليه، وده اللي انت بتستفاده معايا. انا مش جاي اقرا معاك، انا بشرح لك المعلومات وتخليك تحب الفسيولوجي. يبقى لما يجي لك سؤال اي دي اتش الاكشن، اوعى تنسى رينال واكسترا رينال، ومشتقه الحاجتين يعني الشيئان الاساسيان واخدينهم من الاسمين، مكتوبين قصادك اي دي اتش اور فازو بريستين، يبقى وظيفتين اساسيتين اهو معايا. طيب اقلب، قلنا بقى انك ممكن انت ترجع تاني الفيديو عشان نمشي اسرع شويه، مش هعيد، وانت تعيد لو عاوز تسمع مره اخرى. نيجي الكنترول يا شباب. كنترول، ايه الحاجات اللي بتزود وايه الحاجات اللي بتنقص؟ برضه نفكر، انا مش مذاكر، تعالى كده حضرتك معايا نفكر سويا. الاي دي اتش يا شباب بيعمل ايه؟ قلنا بيعمل ووتر ابزوربشن، يعني اذا بيعمل ايه في البلاد فوليوم؟ بيزود البلاد فوليوم لانه بيمنع ادرار البول. طب لما يزود الميه في الجسم يبقى اذا الاوزموتيك بريشر هيحصل له ايه؟ الاوزموتيك بريشر هيقل. بس خلاص انت عرفت اهم حاجتين يطلعوا الاي دي اتش، الاي دي اتش انتي دايريتك ضد ادرار البول، يبقى بيزود الفوليوم، ولما زود الفوليوم يبقى نقص الاوزموتيك بريشر. يبقى امتى المفروض يطلع؟ ده اللي بيعمله. لو حصل العكس اهو، لو زاد الاسبوتيك بريشر او نقص ال
blood volume. ادي the most important two stimuli. زيادة الاسموتيك بريشر ونقص البلاد فوليوم. خلاص؟ دول أهم حاجتين، دول اللي بيجوا في الإم إس كيو، دول اللي لازم تكتبهم تبتدي بيهم في النظري، وهم منطقيين جدا. طيب برضو تريد مارك للعبد الله إن مش مهم المعلومات بس، ترتيب المعلومات is equally important. يعني ابتدي بالفوليوم ولا ابتدي بالاسموتيك بريشر؟ لازم تبتدي بالاسموتيك بريشر. هتقولي ليه؟ يعني اقنعني، تملي بتقنعنا، بتفهمنا. لان تغير 1% بس في الاسموتيك بريشر يطلع الاي دي اتش، انما عشان يطلع بسبب تغير في البلاد فوليوم 10%. ولا تفسير يا اولاد، لانه في الاسموتيك بريشر نو جوكا تول، التغيرات في الاسموتيك بريشر اخطر من التغيرات في الفوليوم. فالاي دي اتش قوه عاقله، خد العقل من ربنا سبحان الله. لو لقى التغير في الاسموتيك بريشر 1% يطلع، لكن ما يفوقش ويبدا يطلع غير لو نزفت 10% من الدم. عشان كده ترتيب المعلومات يا اولاد ايكوال امبورتنت، وعلمتها لكم بليز. عاوز يعني نحس ان انتوا بتفهموا فيسيولوجي مش بتحفظوا. ارجع تاني. يبقى عشان كده انا حطيت نمره 1 زياده الاسموتيك بريشر، نمره 2 نقص البلاد فوليوم. ليه؟ لان هنا 1% انما هنا 10%. طب عاوز اكتب معلومات، يعني ديباجات بقى ملهاش قيمه بس لازم نكتبها. زياده الاسموتيك بريشر هتطلع الاي دي اتش عن طريق مين؟ بالعقل. اوزموتيك بريشر عن طريق اوزمو ريسبتورز. يا ريتني حتى كنت حطيت الدائره المشهوره بتاعتي حوالين كلمه اوزمو. يبقى اوزموتيك بريشر اديني بحط الليزر عن طريق اوزموتيك ريسبتور. المفاجاه يا اولاد الجميله، عارف مين الاوزمو ريسبتور في السي ان اس؟ شوف العظمه، هي نفسها السوبرا اوبتيك نيوكلياي اللي بتطلع الاي دي اتش في الهايبوثالامس. فتخيل امشي معايا بالليزر، لو زاد الاسموتيك بريشر هيسحب مي، فالسيلز بتاعت السوبرا اوبتيك نيوكلياي يحصل لها دي هيدريشن. لو الاسموتيك بريشر في الدم زاد يتسحب منها مي يحصل لها دي هيدريشن. هي بقى بتبقى استيميليتي بدي هيدريشن، تبعت اكشن بوتنشلز تخرج الاي دي اتش امبوسيبيليتي. ادي الميكانيزم. يبقى الاسموتيك بريشر عن طريق اوزمو ريسبتورز. المفاجاه مين اللي بيشتغل كأوزمو ريسبتور؟ هم نفسهم السوبرا اوبتيك نيوكلياي. والميكانيزم ما حدش يهتم بيه، بس انا قلته لك، لو زاد الاوزموتيك بريشر يسحب الميه من النيورونز بتاعه السوبرا اوبتيك، فتبقى ان ستيت اوف دي هيدريشن، فتبقى اريتيتد، تبعت اكشن بوتنشلز عن طريق الاكسون تطلع المخزون في البوستيريور بيتوتري بالاي دي اتش. طيب نقص الفوليوم قلنا هنا لازم نمره 2 ليه؟ 10%. خلاص يبقى 100% عن طريق، هنا انت قلت لنا اوزموتيك بريشر اوزمو ريسبتور، خلاص انا حفظت طريقتك. يبقى هنا نقص الفوليوم يبقى عن طريق فوليوم ريسبتورز. مين هم الفوليوم ريسبتورز؟ فاكرهم في السيركوليشن اللي بيتاثروا بالفوليوم، اللي هم الاتريال او لو بريشر ريسبتورز اللي كانوا موجودين في الرايت اتريوم والبيج فينز اوبننج انتو ات، اسمهم اتريال ريسبتور او فوليوم ريسبتور. طبعا في ريسبتور تاني بس اقل حساسيه اللي هو الارتيريال بارو ريسبتور، بيتاثروا بنقص الفوليوم. بس بهذا الترتيب اقول لك حاجه، زملاء كثيرون يقولوها العكس. لما يقول لك نقص الفوليوم اسرع يمين الاول، يقول لك الارتيريال بارو ريسبتور ثم الاتريال فوليوم ريسبتور. لا طبعا، السنترال فينس بريشر بتاع الاتريال ريسبتور هو الاهم في قياس الفوليوم، بدليل الراجل الامريكاني سماها فوليوم ريسبتور، دي بتاعت الفوليوم اساسا. اقول لك حاجه بطريقتي، مين يتاثر بنقص الفوليوم؟ اتريال او فوليوم ريسبتور، ثم اتريال او فوليوم ريسبتور، ثم اتريال او فوليوم ريسبتور، ثم ارتيريال بارو ريسبتورز. عشان كده هنا في اوض العمليات، عارف، عشان يراقبوا حجم الدم وانت بتنزف، ما بيهتموش ان يحطوا جهاز الضغط على ايدك، حاطينه برضه بيقيسوه الارتيريال بلاد بريشر، لكن الاهم بيدخلوا انبوبه من النيك فين يسقطوها في الرايت اتريال عشان يقيسوا السنترال فينس بريشر. ان ده ادق كمرقاب في مراقبة الفوليوم. فاهمين؟ الفوليوم ده اساسا الفوليوم ريسبتورز، والاي دي اتش فاهم برضه. هنا العكس يا اولاد، مش هقولها مفهومه. يبقى هنا نقص الاسموتيك بريشر او زياده الفوليوم. طيب نيجي نمره 3 حفظتها لكم، فاكر تريد مارك برضه، فاكر العبد الله كان قال لك جمله حلوه قوي، البي بي بيتا ريسبتورز بتاعت النورادين والادرينالين، ودي الاهم، اهم من الالفا عشان تبقى فاهم، اوعى تفتكر الالفا اهم من البيتا، البيتا اهم،
البي بي بيتا ريسبتور، خلينا نقولها البي بي بيتا، معلش طريقه بلدي شويه انما عشان تفتكرها، البي بي بيتا انهيبي بي بيتري اكسبت على ثلاث حاجات فاكرهم. الهارت بتعمل له ستيميليشن، بتنهيبت كل حاجه البيتا ريسبتور بس اتعفرت القلب، مش موضوعنا دلوقتي. الثاني موضوع الهرمونز، كل الهرمون بتاعت الاندوكراينال جلاند بتزيد بالبيتا ريسبتور والميتابوليزم. كانت تريد مارك، ماركه تجاريه لعبد الله، البي بي بيتا انهيبي بي بيتري وتشتغل تنهيبي كل حاجه ما عدا ثلاثه، هارت هرمون ميتابوليزم، وتشتغل بالسايكليك اي ام بي. ده مين؟ البيتا، كان جمله كده على بعضها، البي بي بيتا انهيبي بي بيتري وتشتغل على السايكليك اي ام بي. ده مين؟ البيتا، ما عدا على ثلاث حتت. الاكسبشن هنا هو اللي انا عاوزه، الهارت مش عاوز دلوقتي مع انه اهم واهم اكسبشن. هرمونز، كل الهرمونز بتجيب بالبيتا ادرينرجيك ريسبتورز، عكسها الالفا ادرينرجيك. نيجي نمر مع بعض هنا بقى، هاخد من الليستة دي اهم حاجة حقيقة عارفها كثير من الطلبة وهلا يجب ان يعرفوها، ان لو واحد شرب بيرة بير ايثانول، لان طبعا تعرف الخمور ايثايل الكحول نط فقط ما هتعمل ميثايل الكحول، ده يجيب لك عمى، ساعات بيعملوا غش تجاري الخمور يحطه على الايثايل الكحول اللي هو المفروض يحطه عليه سم اللي هو ميثايل الكحول يعمل بلايندس. دي فقر بعمتها. لو الناس اللي بتشرب الكوليكس حجم البول بيحصل له ايه يا اولاد؟ كلكم قلتوا بيزيد، يبقى بيحصل له دايوريسز، يبقى لازم يكون قلل الانتي دايوريتك. وبيجيبوها سؤال على فكره البير، يعني ساعات هنا بيجيبوها البير بيقلل انتي دايوريتك هرمون، عكسها بقى المورفين والنيكوتين بتاع السجاير بيزودوا الاي دي اتش. ده رقم 4. انا بقولها بطريقه طريفه عشان ما تنسهاش. الالكوليكس بياخدوها في البارات، تملي تلاقي في الاوتيلات في البارات حاطين جنبيها الواش روم اللي هو ال دبليو سي، خلاص اللي هو التواليت، الشيء لزوم الشيء. ادم شرب الكوليك هينزل بول، هيوقف الاي دي اتش، ينقص الاي دي اتش، هينزل بول كتير. انما المورفين اللي هو الافيون بياخدوه في الغرز، مع الاعتذار في التعبير، عمرك شفت غرزه جنبها في تواليت؟ مفيش، مش محتاجينه. المورفين بيزود الاي دي اتش، بيقلل حجم البول. طبعا ما كانش يجب الحاجه اللي بزعل منها ان الطلبه تعرف ان البير بيزود حجم البول، المفروض المعلومه دي في سنكم ما حدش يعرفها. انا فاكر في سنكم كنت يعني، وحتى يومنا هذا ما ليش اي علاقه بالالكوهوليكس، وكنت اما اخد ازاز بيبسي اشربها وانا مستخبي خايف لحد يشوفني بشرب بيبسي. مش انتوا كل الناس تقول لك البير بتزود البول؟ المفروض ما تعرفهاش. اعرفها منين؟ لما اسالك تقول لي ما اعرفش، حاجات ماليش علاقه بيها، عيب الكلام ده يا دكتور. طيب البيتيوتري غده ليليه، يبقى الاي دي اتش يطلع during sleep. طب بانهي منطق؟ قول لنا بقى وحياتك، بانهي منطق يا راجل فكر فيها انت وانت نايم عشان نومك يبقى متصل وجميل. ما يصحش تقوم تروح التواليت، لو قمت رحت التواليت زي الناس بتوع السكر كذا مره اتقطع نومك. فديورنج سليب بيزيد الاي دي اتش، يقلل حجم البول عشان خاطر ما تحتاجش تروح للدبليو سي كتير. ماركه مسجله اهو للعبد الله، البيتيوتري غده ليليه، الكورتكس غده صباحيه، عشان بتاعت هنشوف هنجيلها في اوانيها. وقلنا في ماركه مسجله كل الهرمونات بتزيد بايه؟ بالستريس. ستريس بيزود الاي دي اتش. انا ستريس ده بتخانق معاك يعني، حتى عيب كده في وسط الحديث اقول لك اروح مقاطع الحديث واقول لك انا رايح التواليت، يبقى ده انا بهرب بقى منك يا اخي، كمل حديث يا اخي، كمل المشاجره. يبقى الستريس بيعمل ايه؟ بيزود الاي دي اتش. قصادها هناك في حاجه كلنا عارفينها، الكولد يا اولاد. الواحد في البرد بالعكس بينقص الاي دي اتش وينزل بول كتير. برضه طالب قال لي انت فهمتنا تملي، هل انت فكرت ليه الكولد يا دكتور بيخلي حجم البول يزيد؟ اقول لك طبعا، انت لما يبقى الدنيا برد لازم عشان تحتفظ بدرجه حرارتك 37 برغم بروده الجو تسخن الجسم، تصرف ميتابوليزم، تطلع طاقه، تسخن الجسم. فلما اخلص من اللي ملوش لازمه من البول يبقى الماس اللي مطلوب اسخنه قل، يبقى الانرجي اللي احتاجها اقل. يبقى ده يدل على ايه يا اولاد؟ انتوا هتقولوها لي بقى المره دي، ان وراء الخلق خالق،
This is why الكولد بيزود حجم البول. بخلص من ماس من كتلة مية عشان الأهم بقى هو اللي بذل فيه مجهود أدفيه. شوف العظمة، أوريك العظمة أكتر حاجة ما يعرفهاش كثير من الزملاء. طيب هنا التغيرات بتغير الـ ADH. صور هقول لك حاجة، النوزيا بقى ده أنا كاتبها نوتس، أنا عارف معظم الناس ما بيقولوهاش. النوزيا اللي هي غثيان النفس اللي هي مقدمة للقيء الفوميتنج، عارف بتزود الـ ADH كم مرة؟ 500 مرة. أنا تأملت فيها، عاوزك توصل التأمل بتاعي، انسى المعلومات، فكر بمعلومات عامة. يعني إحنا التغير يطلع الـ ADH، لكن في النوزيا مفيش حاجة. أنا ما فقدتش مارس، أنا عندي غثيان نفس لكن ما فقدتش أي حاجة. أنا هفقد مية، يعني فعل مستقبلي بسبب النوزيا بعد شوية هيحصل لي قيء وأفقد مية. فالـ ADH يعني اتبع مبدأ prevention is better than cure، انه بقى طب لم هتفقد مية يبقى نطلع احنا من الاول نحافظ على المية الموجودة لانك هتفقد مية. مفيش تغير لسه حصل، ده فعل مستقبلي. مين اللي عارف اللي هيحصل؟ الخالق قوة عاقلة، فخلى الـ ADH يتصرف كأنه عارف اللي هيحصل. ما حصلش حاجة، لا الاسموتك مش هيتغير ولا الفوليوم، كل اللستة اللي قبل كده الفعل ورد الفعل. هنا مفيش فعل لسه. ايه اللي عرف الـ ADH ان النوزيا دي هتؤدي الى فوميتنج؟ لسه ما حصلش فقدان للفوليوم. ايه اللي خلاه يطلع؟ الا انه قوة عاقلة، ازاي العقل اتحط فيه بخلقة الخالق. دي اللي بتذهلني، النوزيا دي تعمل لي ذهول ان مفيش تغير لسه. يعني عندي غثيان نفسي ومن ADH يروح طالع ومفيش اي حاجه حصلت. تحسبا للميه اللي هتفقد في الفوميتنج وهو يحافظ على الميه. الحقيقه كل مره بقول بشرح في سول جولات يعني ببتئس، لان في العالم يوجد ملحدون كل حاجه تنطق بوجود الله. دعوه الهيه وفي انفسكم افلا تبصرون، ايه. وفي المسيحية انظروا انظروا بصوا وانتوا تتأكدوا ان الخالق موجود. النوزة دي بتعمل لي يعني ايه يا ربي؟ لسه ما حصلش حاجة والـ ADH عارف اللي هيحصل، انت عرفته، يبقى فيه الله. اتمنى تبقى فهمتني. يبقى انكريزد في خمس حاجات واحنا زودنا النوزة لينا. قلت تبتدي بزيادة الاوزموتيك بريشر 1% عن طريق الاوزمو ريسبتور. الفوليوم ليه حطينا 2 نقص الفوليوم 10% عن طريق الفوليوم ريسبتورز، وكل واحده قصادها النقيض بتاعها. بيتا ادرينرجيك ريسبتورز البي بي بيتا ان بي بي بيتري اكسبت على هارت، هرمونز وميتابوليزم، هرمونز كلها بتطلع بالبيتا. الالكوهوليكس تخلي حجم البول كتير نقص اي دي اتش عكسها المورفين والنيكوتين. وبعدين بيطلع بالسليب والستريس، ماركه مسجله البيتيوتري غده ليليه ويقل بالكول والنوزي. شوف العظمة، شوف العظمة. مش عيد تاني زي ما اتفقنا، انت عيد الفيديو لو عجبك كلامه وعاوز تسمعه. قلت لك اسمع الفيديو مرتين من فضلك. نيجي ديس اوردرز يا اولاد، هتاخد شكلين، يا هايبو يا هايبر. هنا الهايبو هو الاهم عكس البرولاكتين، كان الهايبر هو الاهم بكتير. هنا الهايبو هو الاهم بكتير. ده في كثير من الزملاء وانا معهم ما بيكتبوش خالص الهايبر. الهايبو مرض اسمه ديابيتس انسيبيدس. ديابيتس معناها زيادة حجم البول في الترمينولوجي، increased volume of urine. انسيبيدس يعني tasteless، لا طعم له. عشان نفرقه من الديابيتس ميليتس، ديابيتس زيادة في حجم البول، ميليتس يعني سويتي عشان فيه جلوكوز فيه سكر، البول السكري حتى. وانا احكي لكم قصة كده عشان نقلل شوية من يعني من المونوتوني من الرتابة. والدي قلت لكم رحمه الله كان أول دفعة في كلية الطب القصر العيني، خلاص. فكان حتى عدد الدفعة كانوا 50 اليوم ما دخلوا وتخرج 11 بس. طب حتى واحد يسألني هما طب قبل القصر العيني كان يعني كانوا الناس بيدخلوا ايه؟ كانوا بيدخلوا مدرسة الطب بتاع محمد علي، وزي ما قلت لكم وكان هو الثاني على الثانوية العامة على القطر، بس كان القطر أياميها 500 فرد، وكان يجاوره في نفس الديسك
رحمهم الله، هما الاثنين الاستاذ دكتور عبد العزيز سامي استاذ الامراض الصدريه، وكانوا اصدقاء جدا. حتى حطيت لكم الورقه اللي هي النصائح اللي اداها جدي لكليهما، حتى عشان كده كاتبها نصائح عامه يقراها اي واحد في اي معتقد لما يجب ان يكون عليه الطبيب، وارجعوا لها على الفيسبوك. المهم نرجع لقصتنا. قلت كان الدكتور عبد العزيز سامي رحمه الله الاول على الثانويه العامه، ابويا كان الثاني، ودخلوا هما اتنين كليه الطب، و50 اتخرج 11. فكان يقول لي ابويا هو الطب ده على ايامكم طب؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي احنا كنا على ايامنا عشان نشخص الديابيتس انسيبيدس من الديابيتس ميليتس كان لازم ندوق البول. اقول له ايه الكلام ده؟ يقول لي عادي، يجي يقول لي يا دكتور انا عندي بول كتير، يبقى ديابيتس يعني انكريز فوليوم اوف يورين. فابويا عاوز يعرف هل هو انسيبيدس ولا ميليتس؟ فيقول له ده ما عندك بول كتير اديني شويه يا اخي، مش عندك كتير اديني شويه. فيروح مديله العين شويه، يروح ابويا ضايق البول، لو لقى ملوش طعم تيستلس يبقى انسيبيدس، يبقى نقص في الاي دي اتش. لقى مسكر مليتس اسوتي يبقى نقص في الانسولين، بس ما كانش اياميها لا عندهم اي دي اتش ولا عندهم انسولين عشان تعرف. كان لسه يعني انسولين بدا بعديها بشويه يعني من بعد تخرجهم هو، لان اول اكتشاف ليه كان في 1923 الانسولين بفريدريك بانتينج هنا ورانا هنا في جامعه تورونتو، تبعد عندي ربع ساعه ماشي، مكتشف الانسولين، وهبقى احكي لكم عنه قصته فريدريك بانتينج. ففهمت ليه سموها دايابيتس انسيبيدس؟ ما كانوش بيهزروا، بول حجم بول كتير وتيسلس، كانوا بيدوقوا البول. لحد دلوقتي بقى ابتدوا بقى يحطوا الشريط اللي يديك فيه بو فيه سكر ولا لا، وبعد كده طبعا بقى تختبر الدم والهيموجلوبين اي 1 سي والحاجات الرائعه دي بتاعه البايوكيمستري. بس ده كيف بدا الطب؟ ده بدايه الطب. اندرياس في سنه 1665 ده ابو الطب الحديث، صار اول واحد شرح الجسم وكتب كلام له علاقه بجسم الانسان، اسمه اندرياس في سنه 1665، اسف 1615، انا فاكرها ازاي، بيتهيألي انها 1615، هبقى اشوف لكم الكلمه بالظبط ايه في الحته. اسمه اندرياس الراجل ابو الطب الحديث. فعلام ابويا رحمه الله كانوا بيدوقوا البول، دايابيتس انسيبيدس ده اصل التسميه، سببه نقص الاي دي اتش. تعال نشوف بقى الكوزس والتايبس. انا علمتكم حاجه جميله برضو، تريد مارك، ماركه مسجله، اي هايبو فانكشن يا اولاد هينتج من حاجه من ايه؟ يا نقص الهرمون يا نقص الريسبتور، صح؟ انت مش مذاكر بس تقول دكتور ناجي حاطط لنا قواعد، الهايبو فانكشن يا هرمون يا ريسبتور، الهرمون لوحده ينكتف، الريسبتور لوحده ينكتف، الهرمون ريسبتور كومبلكس هو الاكتف. عشان كده لطالب فاهم بقى مش حافظ، يوجد سببان للدايابيتس انسيبيدس، يا اما مفيش الهرمون، هو طالع منين؟ من السوبرا اوبتيك نيوكلاي في الهايبوثالاموس، يبقى دامج في السوبرا اوبتيك نيوكلاي في الهايبوثالاموس اللي هي جزء من النيرفس سيستم، يبقى يسموه ده ايه بقى؟ يسموه سنترال دايابيتس انسيبيدس عشان الدامج في السنترال نيرفس سيستم، او نيوروجينيك عشان الدامج في النيرفس سيستم. نيوروجينيك دايابيتس انسيبيدس، في ليجن في النيوكلس اللي بتطلع الاي دي اتش. ما لا يعلمه الزملاء، بعضهم يقول لك ايه؟ لو اتقطع الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت برضه مفيش اي دي اتش سبستيوت، فيحصل دايابيتس انسيبيدس. غلط. حتى لو اتقطع التراك الانتي نيدريك هرمون هيتسرب دايركت انتو بلاد، مش لازم يختزن بالبستيوت. عشان اقول لك اللي هم ما يعرفوش الزملاء الاصغر سنا، لازم الليجن يبقى فيري 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 هاي في الهايبوثالامو والفيزيال تراكت عشان يعمل دايابيتس انسيبيدس. يعني خلينا نقولها في النيوكليس او فيري كلوز للنيوكليس، انما مش اي ليجن في التراكت يعمل الكلام. غلط. انا عارف ان في زملاء اصغر سنا بيسمعوني، يبقى يتعلموا الطب صح، وعلمه لهم حاجه حاجه التكنولوجي وكل حاجه، وقولوه بقى الكلام ده. انا مش زعلان، خدوا المعلومات وقولوها يا اولاد الزملاء، هبقى مبسوط اني سبت حاجه تفيد الناس. طيب تاني سبب، العيب في ريسبتور، يبقى في الكيدني بقى، في ليجن في الفازوبريسين 2 او الاكوابورين 2، في خلل في الفازوبريسين 2 او الاكوا بورين 2. انت فاكر الانتيبيوتيك هرمون بتاع الميه نورماندي 2، اكوا بورين 2 وفازوبريسين 2. طب في الحاله دي نسميه ايه بقى؟ العيب فين؟ في النفرون، يبقى يسموه نفروجينيك.
يبقى عندي نوعين من الدايبيتس انسيبيدس، نيوروجينيك اند نيفروجينيك. حلو قوي، يا العود في هرمون يا العود في الريسبتور. علمتكم نفهم تريد مارك، ماركه مسجله من الاف الماركات اللي هي بعد حطيتها للفهم. ايه الظواهر بقى المانيفستيشن؟ طبعا مفيش اي دي اتش، يبقى في دايوريسيس، مفيش انتي دايوريتيك. هي عاوزه نفكر، يبقى في دايوريسيس، يبقى بوليوريا، بول كتير. فين بقى اهم سؤال في الام اس كيو؟ ليه بيهتموا بيه؟ قبل دي كانوا بيدوقوا البول، قلت لك الدكاتره ومنهم والدي وصديقه الدكتور عبد العزيز السامي رحمهم الله. لما عملوا جهاز السبيسيفيك جرافيتي بقى بيقدروا يقيسوا السبيسيفيك جرافيتي اليورين، لو لقوها ميه بس بيبقى لو سبيسيفيك جرافيتي ده الدايبيتس انسيبيدس، لو ميه فيها سكر يبقى السبيسيفيك جرافيتي هتبقى عاليه، تبقى هاي سبيسيفيك جرافيتي. عشان كده بيجيبوها سؤال، يبقى ايه الفرق بين البوليوريا بتاعت الدايبيتس انسيبيدس والبوليوريا بتاعت الدايبيتس ميليتس؟ هنا لو سبيسيفيك جرافيتي، هنا هاي سبيسيفيك جرافيتي. طالب نفسه يسالني وقال لي انا اصل انت ما بتسمعنيش، هو يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي؟ هقولها لك مع انها مش علينا. لو خدت 1000 سنتي ميه يزن 1000 جرام، فالميه هي المقياس، يبقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الميه 1000. يعني ايه 1000؟ يعني ال 1000 يزن 1000. لو دوبت فيها سكر، فكر بقى معايا، السكر هيتخلخل ما بين جزيئات الميه، يبقى الحجم هيقعد 1000، لان الحجم ما زادش، هو تخلخل بين جزيئات الميه بس الوزن حصل له ايه؟ زاد. لو دوبت 20 جرام في ال 1000 سنتي ميه هيقعدوا 1000 سنتي ميه، بس بقى وزنهم 1020. فعشان كده السبيسيفيك جرافيتي بتدل على كميه الحاجات المذابه في البول. فانت في الاي دي اتش مفيش ميه بس، يبقى مفيش حاجه مذابه تسكر، يبقى لو سبيسيفيك جرافيتي، انما هناك ميه وسكر يبقى هاي سبيسيفيك جرافيتي. سؤال مهم جدا. طب واحد يا اولاد نزل بول كتير لازم يعمل ايه؟ يشرب كتير. هما ازاي بنشخص دايبيتس انسيبيدس والاشهر منها الدايبيتس ميليتس بمراحل؟ الان بيدخل التواليت كتير ويشرب كتير بولي ديبسي. خد دي بقى عامله زي السيمون ديزيز. جبت لكم سؤال، احنا لو كان نوع الدايبيتس انسيبيدس نيفروجينيك في السوبر اوبتيك هنا وضرب جنبه الثيريس سنتر، الثيريس سنتر مركز العطش، يبقى هيفقد ميه وما بيشربش. ما هو اصل العطش ده غريزه، ما تقدرش تقول لي اشرب ميه انا مش عطشان، مهما قلت لي وحاولت بالاخر هنسى، يبقى العيان ده مات. افليجن ان ثيريس سنتر هيحصل له ده. ودي تيجي امتى؟ في انهي نوع اللي ممكن يحصل هذا النوع؟ لو كان نيفروجينيك واتضرب جنبيه الثيريس سنتر في الهايبوثالامس. فاكر في السيمونز كان اتضرب الفيدنج سنتر، عشان كده دي الحاله الوحيده اللي كان بيخس فيه. وجبت لكم سؤال بيتيوتري كاشاكسي. طيب لو زاد بقى الانتي دايتيك هرمون، سبحان الله، دي ده مرض اقل شيوعا، يحصل ووتر انتوكسيكيشن، التسمم بالماء. الميه اللي هي يعني مصدر الحياه تقتلك. ووتر انتوكسيكيشن، تتجمع بقى اكتر حته خطيره ان لو الميه زادت ما تخلصش منها، تتجمع في النيرف سيلز تصبطها تماما. انا بحب اقول الحته دي لسبب، مع اني عارف زملاء كثيرين ما يتكلموش عليها، ان يا اولاد من اكتر الحالات اللي بيزيد فيها الاي دي اتش مش ورم في البوستيريور بيتيوتري، بعض انواع الكانسرز واشهرهم لانج كانسر. تصور اللانج كانسر ضمن الاسباب، وهي اشهر كانسر بيموت الانسان، كتبت عليها مقاله موجوده على الفيسبوك وبنشرها في الجرايد هنا، كل 100 ذكور بيموتوا من كانسر 33 من اللانج كانسر، وكل 100 اناث بيموتوا من 26 من اللانج كانسر. اكتر كانسر مميت. ضمن طرق الوفاه ان اللانج كانسر بيطلع اي دي اتش. طالب بيسالني ازاي يعني ده اللانج كانسر ده مش اندوكراين جلاند، ازاي يطلع الاي دي اتش؟ تحب افهمك؟ هو حضرتك كونت من كام خليه اساسا؟ قال لي من خليه واحده، السبيرم اتحد مع الاوفم عملوا خليه واحده. البدايه كانت خليه واحده لان الله يعلن عن وحدانيته، الله ما بداش بخليتين سبيرم واوفم، الله يعلن عن وحدانيته، قال لهم اندمج في خليه واحده وبعدين ادوا بقيه الانسان خليه واحده. يبقى كل خليه في جسمك عندها البوتنشياليتي انها تدي اي هرمون، اي هرمون. اقول لك حاجه، نادرا بس بتحدث في جميع الهرمونات، ممكن يحصل هايبر فانكشن وما يبقاش في خلل في الغده المعنيه، الخلل براها
اكسترا بره الغده، خليه تاني ملهاش اي علاقه، هي اللي بتطلع هذا الهرمون. لان انت بدايتك خليه واحده وعليه فكل خليه من خلايا جسمك عندها البوتنشياليتي انها تطلع وتعمل اي حاجه. اصل المعلومه قيمه عشان كده قلتها. يبقى في اللان كانسر ممكن نلاقي الاي دي اتش عادي. زي ما بقول يا اولاد في يوم من الايام هتقدر له، بقوله لكم ده لما تتناثروا في كل بقاع العالم وتحسوا الجملة التامية بقولها، احنا بس اللي فاهمين. طبعا انتوا بس اللي فاهمين، انتوا بس اللي فاهمين، الباقيين مش فاهمين حاجة. قروا معاهم وفاقد الشيء لا يعطيه. يبقى الـ ADH في عجالة، اتفقنا ما نعدش كتير عشان نتقدم. الكوزس انا من غير مذاكرة، يا الهرمون يا ريسبتو. الهرمون طالع من الهايبوثالامس سوبرا اوبتيك، يبقى نسميها سنترال نيرفوس سيستم، يبقى سنترال دايبيتس انسيبيدس من نيرفوس سيستم نيوروجينيك دايبيتس انسيبيدس. او الاف ريسبتو اللي هو موجود فين؟ على النفرون، فازوبريسين 2 واكوبورين 2 فيها ديفكت، يبقى في النفرون تبقى نيفروجينيك. العين هيبقى عنده بوليوريا وعليه بس لو سبيسيفيك جرافتي، سؤال مهم جدا في الام اس كيو، وقعدت تشرح فيه ليه وايه هي السبيسيفيك جرافتي، وعليه بولي ديبسيا. اذا اتفقد الثيرس سنتر في انهي نوع بقى؟ في النوع النيفروجينيك النيوروجينيك اسف النيوروجينيك اسف، يبقى العين هيتوفاه الله. وقلنا حتى امتى يزيد الاي دي اتش. طيب ننتقل يا اولاد للثيرويد جلاند. شكرا على تحياتكم، انا ببقى شايفها ومبسوط بيكم، بتديني الفيول يا اولاد، الطاقة الإيجابية إن في هذا العدد بيتابع. كل الناس قالوا لي في الأول يعني ما حدش بيحب يتابع الكمبيوتر والبث الحي، ما حدش هيبقى مهتم بالقصة. الحقيقة الأعداد على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مش فقط التصور، فقط التصور ده تعبير يعني مجازي جدا. We are speaking بالكي بالألاف على الناس اللي بتتابع. Thank God الناس قدرت الاستفادة فبالتابع. وبأشكر بوجه خاص دكتور مصطفى في الأزهر والدكتور إسلام وكثيرون مش عارف أسميهم اللي هما بيتعبوا ويحطوا البث الحي من الفيسبوك على اليوتيوب، وفي بعضهم بيعمل حتى مجهود يعمل لي صورة ويعمل ميوزك وحاجات جميلة، بشكرهم. وإذا كنت أي حد بيعمل الحكاية دي وأنا ما مش فاكر اسمه يعذرني، وانا يعني في اي واحد هشوفه ما شفتهمش كلهم، هشوفه شخصيا I have to thank them. هم مجهودهم لا يقل على اللي انا بعمله، هم بيخلوا العمل اكثر نجاحا. اشكر كل هؤلاء ان بيدوكيومنت عمل مفيد ليكو باذن الله عبر السنوات. نعود تاني الى الثيرويد جلاند، وبحب نيجي لفقره المعلومات العامه يا اولاد عشان نريح شويه في دقيقتين ثلاثه. ثيرويد يعني شيلد، يعني زي درع كده موجودة في مقدمة الرقبة، بتبقى معمولة من تو لوبس وإذمس برضخ ما بينهم. دي يعني حقيقة الأمر أكتر غدة فكر فيها الإنسان. لو فكرت ليه؟ لأنها إندوكراينال جلاند موجودة تحت الجلد، يعني باينة قوي. فالصينيون من 2700 بي سي قبل الميلاد شخصوا ان في جويتر، في تضخم في الغده دي. جويتر يعني انلارجمنت اوف ثيرويد جلاند. وفي 1400 قبل الميلاد قدروا يعرفوا حالات الهايبر ثيروديزم وحالات الهايبو ثيروديزم. ثم نيجي لارستو، عارفينه اللي هو الفيلسوف اليوناني اللي اتولد في 384 قبل الميلاد وتوفاه الله في 322 قبل الميلاد. اشكال السنوات بتقل انت ملاحظ ده. اتصور الراجل ده وصف الهايبر، اشهر نوع في الهايبر اللي هو جريفز ديزيز قبل الميلاد. انما مين بقى دوكيومنت المرض وسماه باسمه جريفز ديزيز؟ روبرت جيمس جريفز في 1834. ده بالنسبة للفانكشن. طب نيجي بالنسبة للستراكشر. أول واحد وصف الثيرويد جلاند كان عارفينه انتوا كويس قوي، ليوناردو دافنشي في سنة 1500 وصف ورسم الثيرويد جلاند. إنما أول واحد شرحها وسماها بقى ثيرويد، أطلق عليها الشيل اللي هي الثيرويد،
توماس وارتون، وده راجل بتاع تشريع وكان ده في سنة 1856. طب مين اول واحد الثايرويد جلاند دي ما تشتغلش من غير ايودين؟ مين اول واحد اكتشف عنصر الايودين؟ راجل فرنساوي اسمه بيرنارد في سنة 1811. اول واحد عرف ان الايودين ده ملوش وظيفة في الجسم غير الثايرويد بس، حتى الحتت التانية اللي تاخد ايودين ما بتعملش بيه حاجة، كان راجل اسمه بومان، وده في سنة 1896. مش هعيدي تاني، لكن هي عندك دوكيومنتس لو في يوم من الايام هتتكلم هتقول محاضره ماجستير دكتوراه عن الثايرويد، ابتدي مقدمات تخلي الناس كده توصلك نظره كويسه. الراجل ده مش جاي يتقال كلمتين، ده انا احكي لكم حاجه الطف للزملاء حتى يسمعوها الاصغر سنا، خلينا نقول عشان ما حدش يزعل، واللي مش عاوز يسمع اتس اوكي على راسي من فوق مفيش اي مشكله. انا عارف ان في عدد بيسمعوني، على فكره ده في ناس يعني زملائي في نفس سني واصدقائي واحبهم، بس انا ما بشكرهمش لانه مش عاوز اسبب حرج، انما انا متشكر ليهم جدا. تصور الثايرويد جلاند يا اولاد موجوده في كل الانيمال كينجدم، يعني جميع الحيوانات عندها ثايرويد، لدرجه ساعات غده الدرقيه دي في بعض الحيوانات بتبقى موجوده في الكيدني خلاص، يعني مش موجوده في الرقبه او جنب الطحال السبلين او في الهارت وفي كائنات اخرى جنب العين في الاي. تصور ليه بقى يا اولاد؟ لانه لن يكون هناك ميتابوليزم وديفلوبمنت بدون ثايرويد جلاند، يعني الايد الغذائي وتطور الجسم معتمد على الثايرويد. يعني لو تقول لي وظائف الثايرويد جلاند في كلمتين، ده انا هستخدم دول لما اجي اقول الفانكشن اوف ثايرويد، هقول لك الثيرويد مهمه فور ميتابوليزم اند ديفلوبمنت. واديك تجربه لطيفه برضو تبع المعلومات العامه عشان تعرف ايه اهميتها في الديفلوبمنت. كلنا يعلم ان الفروج الضفدعه بيبقى اصله التاد بول اللي هو ابو زنيبه، في حاجه من الغرائب بتاعه الدنيا ان حيوان كان مائي زي السمكه بالظبط، ليه ديل وبيتنفس بخاشيم وبيعتمد على النباتات في الاكل بس، فجأة يتحول الى ضفدع. حيوان بر مائي معظم الوقت بيبقى في البر وبيتغذى مش على نباتات، على لحوم بقى حشرات وحاجات من هذا القبيل، وبالتالي حصل تطور عصبي رهيب ما بين، يعني ده اصله ده في الرؤية، خلق نوعين بعدت عن بعض عشان توسع مجال الرؤية، في الشم، في السمع، في مقدرته على الاصطياد، في ادراكه للي حواليه اتغير تماما. عارف ده بسبب ايه؟ الثايرويد جلاند. هتقولي طب عرفوها ازاي بقى؟ فقد المعلومات العامه. حطوا التاد بول في حته ما فيهاش ايودين خالص، يبقى مش هيعرف يعمل ثايرويد جلاند، ثايرويد هرمونز اسف، او ادوا ثايرويد بلوكر عقار يوقف انتاج الثايرويد هرمونز اسمه بروبايل ثايروسين، يبقى مش هيعرف يعمل ثايرويد هرمونز. اقول لك حاجه، لم يتطور التاد بول الى فراغ، ففهمنا ان الديفلوبمنت، وهنشوفه بقى في الانسان في كل انماطه، فيزيكال قلتها لكم قبل كده، البدني ومنتال الذهني والسيكشوال، معتمد تماما على الثايرويد جلاند هرمونز، بدونها لن يحدث ديفلوبمنت. قال عن حاجه في الدنيا ان حضرتك مش تتولد ما عندكش بيتيوتري، قلتها لكم قبل كده، فتبقى قزم انك تتولد بثايرويد غير موجوده او موجوده وكانها مش موجوده، في ديفكت في الفانكشن، في انزيم مش موجود، سوف يتاثر نمو بانماطه الثلاث فيزيكال ومنتال وسكشوال. كانت هذه فقره المعلومات العامه عشان قبل ما نبتدي تبقى حابب الثايرويد، وده اللي بنقوله هنا يا اولاد. احنا هناك مش زي عندنا عباره عن تسميع كتاتيب، ما فيش الكلام ده هنا، اذا ما دخلتش تقول كلام محترم الناس مش هتسمعك اساسا. كانت هذه فقره المعلومات العامه، ما تحسبوهاش عليها الخمس دقايق دي حاجه كده بنتسلى. طيب تعالى نبتدي بقى. يبقى اوعى تنسى الديفلوبمنت والميتابوليزم يعتمد على هرمون الثايرويد، دي اهم غده عندك. This is why
it's highly vascular gland. إن لم تكن هي the most vascular gland in the body. A body. أكتر غدة بيجي لها blood supply. هتقولي دي تفيدني في إيه كده برضو معلومات عامة. لما حالك تروح تعمل عملية ثيرويد نقي جراح محترم. يقدر يعمل هيموستيزيس إيقاف للنزيف كويس. وإلا ممكن تخر إلى دم إلى أن يتوفاك الله. It's a highly vascular gland. ما تروحش العيان يعمل العيان يروح لطبيب يعمل له عملية ثيرويد وهو مش متأكد من مقدرات الطبيب كويس. It's a highly vascular gland. نيجي الهرمونز بتاعتها. الطالب العادي هيقول إنه بتطلع ثلاث هرمونات. الأوائل وهنا وهنا فقط تصنع الأوائل هيقول بتطلع أربع هرمونات. ثيرويد فوليكل أهو. فيها سيلز اسمها A سيلز. جنبها في سيلز اسمها parafollicular cells أو C سيلز. هنا في A و B. واللي شغالة هي A سيلز. دول اللي بيطلعوا الأيودينيتد هرمونز. اللي هما واحد فيه ثلاث ذرات أيودين فاسمه تراي أيودو ثيرونين أو T3. واحد فيه أربع ذرات أيودين بيسموه تترا أيودو. تترى على أربعة أيودو ثيرونين أو هو ده الثيروكسين. يعني لما نقول ثيروكسين فنحن نعني التي فور. هتسألني ليه؟ لأن 80-90% من إفراز الغدة تي فور، وإن كان اللي بيبقى من التي ثري 10-20% بس التي ثري هو المور أكتف. وهقول لك ليه ربنا عملها كده، وهقول لك النوع اللي بيهمله الناس اللي مش أوائل إنها بتطلع هرمون ثالث اسمه ريفيرسد تي 3، يعني تي 3 ان اكتف. وهحكي القصه ليه ربنا خلاها تطلع تي 3 وريفيرسد تي 3. النورمال ان ريفيرسد تي 3 ده بيبقى كميه لا تذكر اقل من 1%، عشان كده ما اعتبرناهاش. هنا قلنا 80-90% وهنا قلنا 10-20%، هنا قلنا اقل من 1%. الهرمون الرابع هنرجئه لغده الباراثايرويد اسمه كالسيتونين. كالسي يعني كالسيوم، بيأثر على الكالسيوم. تونين كلمة من شقين اي ان علمتها لكم يعني بروتين، لان كلمة بروتين في الانجليزية بتنتهي باي ان. اي حاجة في الطب نين يبقى بروتين. تونين يعني البروتين الذي يضعف الكالسيوم، والمعنى بينقص كالسيوم. يبقى هو اسمه للي فاهم ترمينولوجي قال وظيفته. كالسي تونين. بروتين يقلل كالسيوم، بالعكس كالسي تونين. عندنا تلاقي الاقي ناس غريبة جدا عندنا في جامعاتنا يسموه ثايروكالسيتونين، على اساس زمان ما كانوش عارفين انه طالع من الثايرويد، فكانوا لما عرفوا انه طالع من الثايرويد سموه ثايروكالسيتونين. دلوقتي كل العالم عارف انه طالع من الثايرويد، فما بيحبوش يطولوا يقولوا كالسيتونين. بطلوا ما تلاقيش ولا كتاب ريسبكتابل كاتبها ثايروكالسيتونين، كالسيتونين بس. بس انت تبقى فاهم لما تقرا ثايروكالسيتونين وان ده كلام خارج منظومه التاريخ. اما ليه سموها سي سيلز؟ مش عشان A و B و D C، عشان هي كلير سيلز. ادي اللي ما عرفوش عدد من الزملاء، يبقى سي سيلز لانها كلير سيلز. يبقى غده الثايرويد بتطلع اربع هرمونات، ثلاثه طالعين من الاي سيلز. الممتازين هيقولوا اثنين بس، تي 3 وتي 4. انتوا هتقولوا ريفرس تي 3 وهتقتنعوا بيه جدا دلوقتي، وان كان كميته دلوقتي قليله جدا، لان معظم انتاجه 95% من انتاجه بره الثايرويد. هنشوف ليه وفين. والهرمون الرابع كالسيتونين. كالسيوم تونين يعني يضعف، وبمعنى يقلل بروتين الذي يقلل الكالسيوم. في جوه الفوليكل ثايروجلوبولين، الجلوبولين بتاع الثايرويد ده بروتين فيري ريتش ان تايروزين. في 123 تايروزين في كل موليكل جلوبولين. هتقولي انت حافظها ازاي؟ اظن دقق كده وانت تعرف تحفظها ازاي. الاعداد ورا بعض 1 2 3. 123. اصل عايز اقول لك حاجه باختصار شديد، انت عشان تعمل تي 3 وتي 4 تحتاج الى عنصرين بس، ايودين. وقلت الايودين ملوش استخدام في الجسم غير في عمل التي 3 وتي 4، الايودينيتد هرمونز، وطبعا الريفرس التي 3، وتايروزين امينو اسيد. فانت الايودايد في الدم اهو، وجوه فيه التايروزين بس. ادي عندك الحاجتين اللي تعمل بيهم هرمونز. وايه؟ وربنا اداك جلوبولين فيري ريتش ان
تايروجين. الموليكيول فيه 123، واللي بتصنع هذا الثايروجلوبولين هو الثايرويد سيلز، عشان تبقى عارف اين يصنع، في الثايرويد سيلز يسموها ثايروسايتس. طيب نيجي النقطه هنا، النقطه الثالثه، الايودين اللي موجود في الدم مش عاوز كله عند العرب صابون، اسمه ايودايد ياودات، اسمه ايودايد اللي هو ايونايزد ايودين، ايودين متاين فيسموه ايودايد. الديلي انتيك بناخد في اليوم في المتوسط، طبعا بنختلف من واحد لواحد، 500 مايكرو جرام بير داي. شوف كميه قليله ازاي، 500 مايكرو جرام موجودين فين؟ افتح ودنك. الايودايد متعلق بالبحر، في الاسماك البحريه، اسماك نهريه لا، هقولها بطريقتي، الاسماك البحريه دي حاجه. اثنين، النباتات التي تنمو بجوار البحر، يبقى لازم بحر. طب ده في دول في افريقيا بعيدة عن البحر، وعندنا في مصرنا العزيزة الفيوم والواحات بعيدة عن البحر، طب يجيبوا ايودين من ايه؟ الناس هيجي لها هايبوثايروديزم، هتتخلف. احنا قلنا مهم الميتابوليزم والديفلوبمنت. فاتفقت منظمة الصحة العالمية ان اي مصنع يطلع ملح طعام، اللي هو ارخص حاجة بنشتريها، ارخص حاجة الملح، لازم بايلا بالقانون يحطوا على كل 100,000 جزيء صوديوم كلورايد جزيء صوديوم ايودايد. يبقى حضرتك قريب من البحر بعيد عن البحر بتاخد ايودايد، بتاخده مع ملح الطعام، كل 100,000 جزيء معاهم جزيء. طيب ال 500 مايكرو جرام اللي خدتهم دول بتستخدم 100 بس في عمل هرمون T3 و T4 وطبعا ريفرس T3، وبعد ما تستخدمهم بترمي الايودين وتاخد بداله مع ريسايكل. يعني في 400 من الاول بتعملهم اكسكريشن، و100 بعد ما تحولهم لهرمون وتستخدم الهرمونات بتعملهم برضو اكسكريشن في اليورين وفي الاستول، بينزل الايودين. ده القصه، كل ده كلام ما مش هيجي لك نظري، بس معلومات طريفه. يبقى اوعى تنسى الايودين مرتبط بالبحر. حضرتك عاوز تاخد ايودين كده والديفلوب بتاعك يبقى محترم، طبعا ملح الطعام موجود، انما خليك في الاسماك البحريه والنباتات التي تنمو بجوار البحر. نيجي بقى الفورميشن ريليس اند ترانسبورت اوف تي 3 تي 4. ده سؤال مفروض انه نظري، بس اساسا بيجي في البايوكيمستري، لكن احنا زي ما بنقول احنا محاضرات معتبره محترمه، مش هنشرح، احنا ما بنجمعش اسئله، احنا بنغوص في اغوار الاشياء. فتعال نقول الفورميشن والريليس والترانسبورت. اول افهم الرسمه دي، ده الرسمه دي اللي هي اللي جنبها مكبره، يعني ده فيسل وده الثايروسايتس وده الفوليك اللي هو كان جواه الدايره السوداء. يعني هرجع لك تاني الرسمه الصغيره عشان تفهم، يعني انا كبرت دي خليه واحده اللي حاط عليها الليزر، كبرتها لان دي اللي بيحصل فيها الخطوات، وجنبها بلاد فيسل بالاحمر وجواها الفوليك، طبعا شلت اللون الاسود عشان اتكلم على الخطوات اهي، تبقى فاهم الرسمه الاول. وبعيد تاني معلومه مهمه، معظم انتاج الغده تي 4 80-90% و10 ل 20 تي 3 واقل من 1% ريفرس تي 3. تعال نشوف الفورميشن بيتم، احب المينتال سيت، التهيئ الذهني، في اربع خطوات. يبقى اول خطوه ان احنا عندنا جوه تيروزين وبره في الدم فيه الايودايد، ما تقولش ايودين، في ايودايد في الدم. فعشان نعملهم لازم تجيب ده لده، الهرمون معمول من ايودايد او ايودين وتيروزين. الدم فيه ايودايد، ايودايد اهي، ايونايز ايودايد، ايودين اللي هو اسمه ايودايد، ايونايز ايودين اسمه ايودايد، وهنا فيه تيروزين. فاول ستيب، ودي اكتر واحده بتيجي في الام اس كيو، ان الثايروسايتس خليه الثايرويد تاخد هذا الايودايد من الدم، ده دي الوحيده اللي بتيجي. ده شوف، ده انا هعد لك اسئله الام اس كيو حافظها وورد وايد، خمس اسئله فيها. العمليه دي اكتف ولا باسيف؟ خد بالك هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، يبقى رايح اجينست الكتريكال جريدينت. تركيز الايودايد جوه الخليه في شخص طبيعي 25 مره تركيزه في الدم، يبقى اجينست كونسنتريشن جريدينت. ولو عندك هايبر ثايروديزم، ما اعرفوش كثير من الزملاء، بيبقى جوه التركيز 200 مره قد الدم،
لو في هايبر. المهم يبقى عملية الايودايد دي ترابينج ميكانيزم يسموه ايودايد ترابينج ميكانيزم، اقول لك ليه اسم تاني مش هقوله دلوقتي عشان ما ساعدكش، بتحدث ضد الالكتريكال جريدينت وضد الكونسنتريشن جريدينت، يبقى اجينست الكتريكال اند كونسنتريشن جريدينت، تبقى اكتف ولا باسيف؟ تبقى اكتف بروس. عشان كده ما رضيتش اقول لك اسمها التاني ايودايد بامب، لان لو قلت لك ايودايد بامب وبعدين سالتك هي اكتف ولا باسيف انت بتقول بامب، فاخترت لك الاسم ايودايد ترابينج ميكانيزم، عمليه اصطياد الايودايد. يبقى العمليه دي اول معلومه اكتف. طب تاني معلومه في الخمسه سكندري اكتف، يعني القاطره هي الصوديوم وبيسحب وراه الايودايد. يبقى في سيم بورت، قلنا سيم يعني متصل، بورت يعني حاجه بتنقل واصلهم الاثنين مع بعض. طب انا عاوز تفكر معايا، تفتكر هتاخد كام ايودايد وكام صوديوم؟ الايودايد رمزه I2 يعني ثنائي التكافؤ، الصوديوم احادي التكافؤ، عشان كده بتاخد 2 صوديوم و1 ايودايد. صح، يبقى السيم بورت ده بينقل 2 مولكيول صوديوم ومولكيول ايودايد. يبقى اول كلمه اتعلمناها العمليه دي اكتف، تاني كلمه انها سكندري اكتف، لانه يعني بيتاخد تبع للصوديوم 2 صوديوم ومعاهم 1 ايودايد عن طريق سيم بورت. تالت عمليه او تالت جمله ان العمليه دي ستيميليتد بالثايرويد ستيميليتنج هرمون، حتى من اسمه اللي طالع من الانتيريور بيتوتري ثايرويد ستيميليتنج هرمون. طب وبلوكت بالمونوفيلنت اينز، ممكن تقول لي ليه بالمونوفيلنت اينز؟ لان الايودايد نفسه ده مونوفيلنت، فلو انت خدت اي مونوفيلنت اين تاني هيعمل كومبيتيتيف انهيبيشن. فالفكره تبدو احنا يبقى العيال اللي عنده هايبرثايرويديزم ممكن نمنع الغده انها تاخد هذا الايودايد وتعمل هرمون كتير بان نستخدم مونوفيلنت اينز. فكره ثيوريتيكا حلوه جدا، بس هذا المونوفيلنت اينز سام، فما حدش بيستخدم دي، دي حاجه معلومه اكاديميه. خامس معلومه بتيجي في الام اس كيو برضه اكاديميه ملهاش اي قيمه، هل الايودايد ترابينج ميكانيزم ده بيحدث في الثايرويد بس ولا بيحدث في اذر تيشوز از ويل؟ بيحدث في اذر جلاندز از ويل، لكن هناك الايودايد ملوش اي قيمه، ما بيعملهمش اي وظيفه، بياخدوهم كده بس يعني حاجه استخصار. اللي هم مين؟ باخدهم من فوق لتحت، سليبر جلاند رسمها لك تحت الود اهي، الغده اللعابيه، نزلنا شويه بقت البريست جلاند، مامري جلاند، نزلنا شويه بقت الجاستريك جلاند، نزلنا شويه بقت البلاسينتا. دول بياخدوا ايودايد، بس في الحتت دي بقى الايودايد ترابينج نوت ستيميليتد باي ثايرويد سيبيتنج هرمون، لان الثايرويد سيبيتنج هرمون عائل، هو اساسا انتوا خدتوه خدوه يلا ما مش تعملوا بيهم حاجه. الايودايد مالوش قيمه في الجسم غير في الثايرويد. دول بياخدوهم جاست كده ايودايد تراب، لكن لا الايودايد وظيفته في الثايرويد بس. يبقى تعالى بقى نقول تاني يا شباب الخمس جمل. يبقى الايودايد ترابينج ميكانيزم او ايودايد بامب، قول معايا الجمله الاولى هعدهم معاك، اكتف ولا باسيف؟ اكتف، جمله اولى. طب برايمري اكتف ولا سكندري اكتف؟ سكندري اكتف، الجمله الثانيه. مع مين؟ مع الصوديوم، 2 صوديوم واحد ايودايد او ايودين هيبقى في الاخر. ستيميليتد بالتي اس اتش، الجمله الثالثه. بلوكد بالمونوفيلنت اين، الجمله الرابعه. كومبيتيتيف انهيبيشن، بيحدث في اذر جلاندز، الجمله الخامسه. ودي اللي بتيجي حاجه اكاديميه ملهاش قيمه بس بتيجي، بس في الحته دي نوت ستيميليتد بالثايرويد ستيميليتنج هرمون. دي خطوه اولى. الخطوه الثانيه الايودايد ده مش نشط، فعاوزين نعمل له اكتيفيشن، نحوله من ايونايزد ايودايد ما ينفعش اقل نشاطا الى اليمنتال ايودين. يبقى غيرنا الكلمه من ايودايد الى ايودين، مش كله عند العرب صابون، من ايونايزد الى اليمنتال ايودين بالاكسيديشن، والكلام ده بيحدث داخل الفوليك. الخطوه الثانيه دي داخل الفوليك، خلاص خلصنا. يبقى جبنا ايودين نشط، واحنا قلنا عشان نعمل محتاجين حاجتين، ايودين وتيروزين. هذا التيروزين ماسك فين؟ ماسك مع بروتين كبير اسمه ثايروجلوبولين. فالخطوه الثالثه انت متخيلها، يبقى نوحد الايودين مع التيروزين، ايودين مع تيروزين، فيدي مركب اسمه ايه؟ لو في واحده بس تبقى مونو،
لو فيها اتنين ايودين تبقى داي ايودو تيروزين. بس خد بالك بقى، اتحاد الايودين مع التيروزين ما حصلش مع فري تيروزين، انما كان هذا التيروزين جزء من الجلوبولين، الثايروجلوبولين. يعني كل حاجه في النهايه متحده مع الثايروجلوبولين، مع هذا البروتين. لم يكن اتحاد الايودين مع التيروزين، افتح ودنك، مع فري تيروزين، انما مع تيروزين بارت اوف جلوبولين. فكل حاجه ماسكه في الدائره الكبيره اللي هي تمثل الجلوبولين. انا بخاف الطلبه، تعالى ساعدك في الباي شويه تلخبط. يعني احنا قلنا في حاجتين، في ايودايد وفي ايودين. فالغده خدت ايودايد اللي هو متاين، حولته الى ايودين في الفوليكل عشان يبقى اكثر نشاطا، وبعدين اتحد هذا الايودين مع التيروزين بتاع الثايروجلوبولين. ايه اللي يقول لي ان انا ماشي صح ولا غلط؟ السجع. لو حضرتك بدات غلط مفيش سجع. لو قلت الغده خدت، لخبطتهم، ايودين حولته الايودايد، يتحد الايودايد مع التيروزين، مفيش اي سجع. لكن لو قلتها صح، تمام، انا بعتمد على السمع، انك بتفتكرني بالسمع. الغده خدت ايودايد خطوه اولى، حولته الايودين خطوه ثانيه، يتحد الايودين مع التيروزين. الله، في سجع. الايودين مع التيروزين، يبقى انا ماشي صح. تدي مونو وداي ايودو تيروزين. طب فكر معايا حضرتك، يبقى انت دلوقتي عندك مركب فيه واحد، ومركب فيه اثنين، والهرمونات فيه ثلاثه واربعه، ثلاثه واربعه، يبقى تعالوا مع بعض. مركب فيه مونو ومركب فيه داي، وانت عندك ثلاثه واربعه. انت قول بقى الخطوه الرابعه الاخيره اللي عمل هرمون كابلينج، بواسطة، يبقى اعمل عملية كابلينج، اجيب هنا واحد مع اتنين يبقى تلاتة، تي ثري موليكل فيه اتنين وموليكل فيه اتنين يبقى تي فور، يبقى الكابلينج. يبقى الغدة خدت الاول ال ايودايد، حولته الى ايودين. يجي السجع بقى، يتحد الايودين مع التيروزين فيدي مونو داي ايودو تيروزين. والخطوة دي سموها ايه بقى؟ التيروزين ده ما كانش فري تيروزين، ده كان جزء من جلوبولين، فيسموها اورجانيك 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 بايندينج بواسطه بيروكسيديز انزيم. يبقى تاني اورجانيك بايندينج بواسطه بيروكسيديز انزيم. انتوا قلتوا الخطوه الرابعه، عندي مونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين، مونو مع داي يبقى ثلاثه، طب داي مع داي يبقى اربعه، اسمها كابلينج، سهل. يبقى خدنا ايوداي حولناها لايودين، يتحد الايودين مع التيروزين، ليها اسم. التيروزين ده مش فري تيروزين، ده جزء من جلوبولين، فسموه اورجانيك بايندينج بالبيروكسيديز. وبعدين مونو مع داي دي ثلاثه، وداي مع داي يبقى اربعه. يبقى ادي الاربع خطوات اللي عملنا فيها، كلام مفهوم وجميل وزي الفل. نفكر اكتر. طب نيجي بقى الخطوه الريليز، عاوزين نطلع الهرمونات دي. الهرمونات دي اللي جوه الفوليكل ماسكه في بروتين، وانا عاوز اطلعها في الدم. يبقى لازم الغد الثايروسايتس تاخد الهرمونات بالبروتين. اظن قلنا ان البروتين عشان يدخل جوه الخليه كان بيخرج بعمليه اسمها اكزوسايتوزيس، ويدخل بعمليه اسمها بينوسايتوزيس. يبقى الهرمونات لانها ماسكه في بروتين هتدخل بالبينوسايتوزيس. طب انا عاوز افك اتحادها مع البروتين، يبقى محتاج بروتوليتيك انزيم يكسر اتحادها مع البروتين. كل الليتيك انزيم موجوده في انهي اورجانيل؟ في اللايسوزومز، عشان كده دخلناها جوه الخليه، ان انا عشان اعمل فرينج للهرمون من البروتين محتاج بروتيوليتيك، اسمه بروتينيز. ليتيك يبقى في اللايسوزوم، واللايسوزوم دي سيل اورجانيل، يبقى لازم ادخل القصه كلها جوه السيل، بروتين هيدخل جوه السيل يبقى بالبينوسايتوزيس. شوف بقى الطالب اللي فاهم تاني، الهرمون متحد مع الثايروجلوبولين، عاوز افكه عشان اطلعه في الدم، يبقى محتاج بروتيوليتيك انزيم، كلام بيجيب بعضه. ليتيك يبقى فين ده؟ في لايسوزومز. ايه اللايسوزوم دي؟ دي سيل اورجانيل، يبقى لازم ادخل جوه السيل الثايروسايتس، البروتين يدخل جوه السيل بالبينوسايتوزيس ويتكسر بروتيوليتيك انزيم اسمه بروتينيز، يبقى التي 3 والتي 4 ار فري ان بلاد. بس فيهم عيب خطير، التي 3 والتي 4
انهم صغارين جدا، عباره عن تيروزين ماسك في ايودين، ومش كده وبس، وليبيد سوليبل يعدوا اي سيل ممبرين، يبقى كده هيفقدوا الا اذا شلناهم على جلوبولين اخر في الدم بلازما بروتين فاسمه ثيروكسين بايندينج جلوبولين. ثيروكسين بايندينج جلوبولين يعني هم جوه متشالين على جلوبولين وبره في الدم على جلوبولين، بس ما تلخبطش الاسم بتاع الغده، اسمه ثايروجلوبولين بتاع الثايرويد، انما اللي بره اسمه ثيروكسين بايندينج جلوبولين. طب ليه هم متشالين على الثيروكسين بايندينج جلوبولين مش على الالبوم، مع ان الالبوم اكتر برضو ماركه مسجله تريد مارك لعبد الله. كل الاستيرويدز ومعاهم الثيروكسين، تملي معاهم الثيروكسين، متشالين اساسا على جلوبولين. ليه؟ لانه عنده الهايست افينيتي. مين بس اللي بتشال على الالبوم الكتير؟ قلتهالك، الفيميل سكس هرمونز، فيميل سكس هرمونز ايسترون بروجسترون، لان كميتهم بتزيد جدا في الحمل، ما يكفيش الجلوبولين، فلازم نشيلهم على قلبه. يبقى دي ماركه مسجله تريب مارك لعبد الله، هتقعد فاكرها. اول ستيرويدز اند ثيروكسين ليبيد سوليبل، يبقى يمكن ان يفقدها، بيدوبوا في الليبيد، يبقى اي سيل ممبرين يعدوه ينزلوا في اي حته ما لقاهمش الا اذا مسكناهم على بروتين. مين البروتين اللي اساسا بيشيلهم؟ جلوبولينز. ليه؟ لان عنده الاجابه الهايست افينيتي. طب فين الاكسبشن؟ الفيميل سكس هرمون ايسترون بروجسترون، لان كميتهم كبيره بيتشالوا على قلبه. هاويفر ده بيتشال مينلي على جلوبولين مش فقط، لكن شويه صغيرين على قلبه وشويه اقل على بري قلب. احنا قربنا نخلص يا اولاد. طيب يبقى ده الست خطوات. يبقى هقولها تاني، في عجاله اربعه للتكوين. خدنا ما تلخبطش السجع ايودايت اتحول الى ايودين، ده جوه الفوليكل خلاص بالاكسيديشن، وبعدين يتحد الايودين مع التيروزين. التيروزين ده مش فري تيروزين، جزء من جلوبولين، عشان كده سموه اورجانيك بايندينج بالبيروكسيديز انزيم. يديني مونو وداي. الخطوه الرابعه انتوا قلتوها، المونو مع الداي يدي تراي، والتراي مع والداي مع الداي يدي تترا. هنا بقى انا عاوز اقول لك حاجه جميله قوي. ايه فكره الريفرس تي 3 اللي بيفوتها معظم الزملاء؟ اي ثينك ان هم ما فكروش فيها كويس قوي. ان التي 4 اللي هو الثيروكسين عنده اربع ذرات ايودين متوزعه توزيع سهل قوي، على كربون اتوم 3 و5 و3 داش و5 داش، يبقى 3 5 و3 داش 5 داش. لو انت شلت واحده منهم هيبقى تي 3. لو حضرتك شلت ال5 داش اللي عليها داش دي سيبك منها، هتحصل على الاكتف تي 3. سبت الفايف وشلت الداش، لكن لو حضرتك ريفيرسد عكست شلت الفايف وسبت الداش، عشان كده سموه ريفيرس تي 3، هتحصل على ريفيرس تي 3 ملوش اي ميتابوليك اكشن، ان اكتف. التي 3 ده ماتش مور اكتف ذان تي 4، 4 تايمز T3 4 times more active than T4. اوعى تنسى الريفرس T3 ده ملوش اي اكتيفيتي. طب ليه ربنا خلى فيه احتمالين ان T4 وفي T3 active؟ لو شلنا ال5 داش، ارمي ال5 داش دي ملهاش لازمه، لكن لو شلت العكس بدل 5 داش شلت ال5، يبقى بقى عندك مركب ملوش قيمه، ريفرس حتى بالعكس لانك عكست ملوش اي قيمه. تعالى بقى في فهم خاص بالعبد الله افهمك ايه الفكره بتاع الدي ودي. قبل ما افهمها لك تعال نقول الجدول ده عشان ابقى اوريها لك ونقفل بكده. قلنا الغده بتطلع اساسا تي 4 اللي هو الثيروكسين، بيبقى قلنا 80 ل 90%. التي 3 اللي هو الاكتيف 10 ل 20%، دي اول معلومه. الريفرس التي 3 نورمالي بيطلع اقل من 1% 9 من 10، ومعظمه بيتعمل في التيشو. التوتال الكميه التوتال في الدم التي 4 طبعا اكتر بكتير، لان هنا لو لاحظت ده بالمايكروجرام انما ده بالنانو جرام، ده بالمايكرو انما ده بالنانو جرام. الباوند فورم بقى، تفتكر ده سؤال جميل جدا يا اولاد، تفتكر قد ايه من التي 3 والتي 4 بيبقى باوند لبلازما بروتينز مين لجلوبولين، لكن في شويه الالبوم او بي البوم؟ رقم مذهل، عشان كده مش عاوز القيه الا لما تبص في الرسمه.
اكتر من 99% bound to plasma protein. ده الاختلاف ما بين التي 4 والتي 3 مش في 99 في الواحد في المية اللي فاضل. التي 4 99.98%، انما التي 3 99 ومش 98 بقى، حتى انا ممكن اكتبها 8 من 10، بس عشان اوضحها لك كتبته 80% عشان يبقى هنا 98% وهنا 80%. يبقى مين مور فري؟ تي 3. طب انت تفتكر الباوند فورم اللي ماسك في بلازما بروتين انشط ولا اللي هو مش ماسك في حاجه كده وفري؟ انت لو فري في حياتك تبقى اكثر نشاطا ولا لو حد ماسكك؟ منطق الحياه طبعا لو فري. فحفظتها الاجيال بسجع جميل برضو تريب مارك، تي 3 مور فري، تي 3 مور فري، فيسيولوجيكالي مور اكتف، 4 تايمز مور اكتف ذان تي 4. يبقى السجع مرتين، تي 3 مور فري، تي 3 مور اكتف 4 تايمز ذان تي 4. الحقيقه الاوائل في سبب تاني بيخلي تي 3 مور اكتف، ان هو بايندز مور للنيوكليار ريسبتور. مش قلنا ده الهرمون الوحيد اللي بيشتغل على النيوكليار ريسبتور؟ يعني هو في الدم مور فري، ولما يدخل بقى هيشتغل على ريسبتور بيمسك بقوة اكتر في النيوكليار ريسبتور. يبقى فور تو ريزونز التي 3 اكثر نشاطا من التي 4 4 تايمز، انه مور فري. ده 99.98، انما ده 99. الاختلاف مش في ال 99، الاثنين 99، انما 80%. فده مور فري، يبقى فيسيولوجيكال مور اكتف، ولما يجي يشتغل بقى بيمسك في النيوكليار ريسبتورز بقوة اكتر. تمام. انا عايز اقول لكم حاجه برضو في عجاله، مش هتاخد دقيقتين عشان عاوز ابقى ابتدي المره الجايه باذن الله الفانكشن على طول. في عجاله انه مش هقول دي الريسبتورز، ده غير مهم اهي، كاتب لك عليها غير مهم. التي 3 والتي 4 عندهم 4 انواع من الريسبتور، الفا 1 والفا 2 بيتا 1 وبيتا 2. لاحظ نفس التسميات بتاعت الكاتيكولامينز، الادرينين نوعين كان في الفا وبيتا، والالفا 1 والفا 2. من المعلومات القيمه جدا احب اقولها لك ان التيروزين بيعمل التي 3 والتي 4 وبيعمل الادرينالين والنور ادرينالين، يعني هم اولاد عم، ابوه الجد واحد، هم الاثنين التي 3 والتي 4 معمولين من ايودين مع تيروزين، والادرينالين والنور ادرينالين برضه معمولين من تيروزين امينو اسيد. يعني تيروزين بيدي تي 3 والتي 4 وبيدي الادرينالين والنور ادرينالين. معلومه قيمه جدا هقولها دلوقتي. وعليه لانهم اولاد عم، التي 3 والتي 4 العيال اللي عنده هايبر ثايروديزم بيبقى عنده فيري ماركت انكريس في السنسيتيفيتي، افتح ودنك، تو كاتيكولامينز. يعني ما بيزيد التي 3 والتي 4 الحساسيه بتزيد لاولاد عمهم، وهم اولاد عمهم معمولين من جد واحد من تيروزين للكاتيكولامينز. عاوز بقيه المعلومه اللي ما عرفهاش الزملاء؟ ذا بيست تريتمنت اوف هايبر ثايروديزم، نمره واحد، مش تدي انتي ثايرويد دراجز، مش تدي حاجات تمنع طلوع الثايرويد انها تطلع الهرمون، تدي بيتا ادرينرجيك بلوكرز بروبرانولول اندرال، تقفل البيتا ريسبتور اللي هي الاهم في الادرينين. المصيبه والكارثه الاساسيه في الهايبر ثايروديزم ان هم اولاد عمومه مع الكاتيكولامينز، هم الاثنين جدهم واحد تيروزين، انه بيزودوا السنسيتيفيتي للكاتيكولامينز جدا. فانت الحل ان العيال اصبح حساس جدا للكاتيكولامينز، اقفل الريسبتور مهمه، اقفل بيتا ريسبتورز. لو قلت في حاله امراض باطنه علاج هايبر ثايروديزم ندي انتي ثايرويد دراجز الاول، هتاخد صفر الاول، تبقى فاهم اللي انا قلته. اللي مش فاهمه كثير من الزملاء، تدي بيتا ادرينرجيك بلوكر. ولاحظنا اهو الريسبتورز نفس المنظر، بس مختلفين تماما، دول جوه النيوكليس بس نفس التقسيمات 1 و2 بيتا 1 وبيتا 2. انا بحاول اديك بطريقه تحفظ لطيفه. تي 4 بيشتغل على الفور تايبس، حلوه تي 4 على الفور، التي 3 على 3 تايبس ما عدا الالفا 2. يبقى التي 4 على 4 والتي 3 على 3 ما عدا الالفا 2، ده ملوش اي قيمه هنا، ما بيتكلموش على النقطه دي خالص، بس انا قايلها عشان عندنا في الجامعات بيقولوا الميكانيزم اساسا هو انهي ريسبتور؟ نيوكليار ريسبتورز، وعشان كده اساسا جينوميك اكشن، ده الوحيد اللي بيشتغل على النيوكليس. جينوميك اكشن بيعمل سينثيسيس، ما هو قلنا الاستيرويدز وعامل ثيروكسين سوليبل، فبيدخلوا جوه يعملوا سينثيسيس والاكشن سلو. هنا سينثيسيس لمين بقى؟
لهاندردز اوف انزايم بيقدروهم على الاقل ب 250، عشان كده قالوا الميتابوليزم اساسا مسؤول عنه غده الثيرويد. لكن للاوائل له اكسترا نيوكليار ريسبتورز موجوده على الممبرين وفي السيتوبلازم خاصه، وهتعرف الحصه القادمه ليه على الميتوكوندريا، بس ده اقل اهميه بكتير. يعني لازم لما يقول لك الريسبتور بتاع تي 3 وتي 4 فين، بطريقتي في النيوكليس ثم النيوكليس ثم النيوكليس ثم في شويه اكسترا نيوكليار في السيتوبلازم والميتوكوندريا. طيب يبقى الاكشن بتاعه بطريقه عبد الله جينوميك ثم جينوميك ثم جينوميك ثم لان جينوميك. يبقى نرجع للحته اللي هنختتم بيها يا اولاد، وهي برضو زياده بس عشان تبقى فاهم ايه حكايه التي 3 وريفرس التي 3 دي. ان الغده ما بتعملش تي 4 وبتعمل تي 3 10-20% واقل من 1% ريفرس تي 3. تفرق حضرتك هتشي مين؟ لو تخلصت من الخمسه داش، الداش دي سيبك منها، الداش دي تراش زباله، حفظها لك كده، الداش دي تراش ارميها، هتحصل على اكتف تي 3 4 تايمز مور اكتف من تي 4 لانه مور فري، ولما بيدخل نيوكليس بيبان مور تو ذا نيوكليس ريسبتور. انما ريفرس التي 3 ده ان اكتف تماما، ملوش اي افكت على الميتابوليزم. ايفن في بعض التكست بوكس بيقولوا انه بينهبت الاكتف تي 3، يعني يخلي الاكتف تي 3 كمان ما يشتغلش، لا منه ولا كفايه شره، هو ما يشتغلش وما يخليش تي 3 تشتغل. قصه رائعه بقى، عاوز الزملاء يسمعوني. ايه قصه التي 3 وريفرس التي 3؟ حقيقه الامر يا اولاد ان معظم انتاج الغده من التي 4 80-90%، ده فيسيولوجيكالي ليس اكتف، يعني نشاطه محدود جدا، بدليل قلنا التي 3 على الاقل 4 تايمز مور اكتف من تي 4. يبقى الغده معظم اللي بتطلقه هرمون ان اكتف اللي هو التي 4. المعظم في التيشو بتعمل دي ايودينيشن، يعني عندها دي ايودينيز انزيم يشيل ذره ايودين. لو التيشو عاوزه تدفى، عاوزه تزود ميتابوليزم، تشيل الداش ترميها في التراش، صح؟ تبقى عندها اكتف تي 3 تشتغل زي الفل. لو التيشو اوريدي سخنه وكويسه، لو سخنت زياده هيحصل مصيبه، بروتين دي ناتوريشن، يبقى لما يوصلها التي 4 تشيل الفايف الاساسيه تديني ريفرس التي 3 اللي هو ملوش قيمه. يبقى كانه اختيارات. بقولها في مثال لا يمكن هتنساه وهانهي بيه. بص لي من فضلك، شيء رائع يدل انه وراء الخلق خالق، ما لم يفهمه الزملاء انا هفهمه لك دلوقتي. الغده بتطلق اساسا تي 4 اللي هو بعتبره فيسيولوجيكالي مش ان اكتف، فيري سلايتلي اكتف، يعني ملوش نشاط يذكر. التي 3 الحقيقي 4 تايمز مور اكتف ذان تي 4 بسبب انه مور فري ولانه بيباوند مور تو ذا نيوكليار ريسبتورز. فالغده بتطلق حاجه سلايتلي اكتف. وبعدين في اختيارات بقى، كل نسيج يختار. فانا بدي مثال رائع. انا في يوم برد نايم ودراعي اليمين دي متغطيه بالبطانيه كويس زي الفل، دافيانه زي الفل، ودراعي الشمال دي طلعت بره البطانيه بردانه جدا، واحنا قلنا اهم هرمون ميتابوليزم هو بتوع الثيرويد. فالتي 4 اللي وصل دراعي الشمال هي بردانه عاوزه تدفى، يبقى تعمل ايه في الميتابوليزم؟ تزوده، يبقى تشيل الفايف داش ترميها في التراش في في في, في الزباله، تحوله الاكتف تي 3 نشيط جدا 4 تايمز ان تي 4 يزود ميتابوليزم يدفى ايدي دي. طب ايدي اللي تحت البطانيه دي دافيانه، لو زودت الميتابوليزم سخنتها اكتر هيحصل فيها بروتين دي ناتوريشن تبوظ ايدي. فلما يوصلها التي 4 هي مش عاوزاه، ده تعمل العكس، تلغيه تماما، تشيل الفايف الاساسيه وتسيب الداش، فتحول لريفرس التي 3 لا يصلح لشيء خالص. عشان كده قلنا 95% من الريفرس التي 3 ومعظم التي 3 الاكتف بيحصل في التيشو التغير ده بالدي ايودينيشن، بالدي ايودينيز انزيم، وذكاء يدل على انه وراء الخلق خالق. لاني قعدت اتامل، يعني ليه ربنا خلاها تطلع ثلاث هرمونات وبالنسب دي؟
80-90% تي 4 اللي هو مش اكتف قوي اللي هو فيه اربع ذرات، لو شالت الداش بتاعت التراش اتحول الى اكتف تي 3، شالت الفايف الاساسيه باظ المركب ما يشتغلش خالص. اختيارات يا اولاد. وفهمت لكم في مثال بقوله هنا وهناك لا يمكن ينساه الطالب، ان الغد اساسا بتطلق حاجه والانسجه تحولها اللي على مزاجها، عاوز الميتابوليزم يزيد ولا عاوز الميتابوليزم ما يزيدش. يبقى الانتاج الاساسي تي 4 فيري سلايتلي اكتف، تترا ايودوثيرونين، الايد الشمال بردانه، يبقى عاوز الميتابوليزم يزيد. يبقى عاوز انهي واحد؟ عاوزه التي 3، فتشيل الداش على التراش يبقى تحولت لل تي 3 الطبيعي اللي هو 4 تايمز مور اكتف ذان تي 4، لانه مور فري ولانه باينز مور تو ذا نيوكليار ريسبتور، يزود الميتابوليزم جدا. ايدي دي دفيانه، دفتها اكتر باظت، يبقى تروح شايله الفايف الاساسيه محولاه الى ريفرس تي 3، مالوش اي افكت على الميتابوليزم. وبعض الجامعات هنا تقول وكمان بينهبت الاكتف تي 3، يعني يعلم منه على كفايه شهر انه هو ما بيشتغلش، وحتى التي 3 الاكتف اللي وصل مش عاوزينه، عمل له ان اكتيفيشن. في بعض الجامعات بس الزملاء ما يعرفوش الحكايه دي، هل الريفرس تي 3 ده ملوش اي قيمه خالص خالص غير ان هو ان اكتيف بس تبويظ؟ قالك لا، ليه حاجه واحده بس مفيده، ان هو مور كوليسترول لورينج افكت. هنعرف ان من اهم وظائف الغده الثيرويد انها بتوطي الكوليسترول اللي بيعمل اثيروسكليروزس، شوف العظمه. فريفرس التي 3 وان كان فقد الميتابوليك افكت، ريفرس بالعكس، ليه سموه ريفرس؟ لانك ما شلتش ال5 داش بتاعت التراش، شلت ال5 بسموه ريفرس. تبقى فاهم ليه جاب الاسم. فقد الميتابوليك افكت، لانك مش عاوز تدفي الانسجه، هي دافيه زي الفل، فهي ملهاش ميتابوليك افكت، وايه متوقف الاكتف او اللي بيسموه تي 3 اللي هو اكتف، انما ستيل مقدرتها على خفض الكوليسترول قائمه. ده الموضوع كمان بغي ان يفهم يا اولاد. سوف تطلق الغده تي 4 اللي هو فيسيولوجيكالي سلايتلي اكتف. بعدين ده اهم هرمون بيتحكم في الميتابوليزم، بيزود هندردز اوف انزيمز، بيعمل لهم ثانس قدروهم بحوالي 250. فانت النسيج عنده اختيار، النسيج عاوز يزود الميتابوليزم، يبقى عشان كده معظم التي 3 وريفرس التي 3 ما بيطلعوش من الغده، بيتعملوا هنا في التيشو بدي دي، يعني تشيل ادينيشن بدي ادينيز انزيم. النسيج عاوز ميتابوليزم يشيل الداش بتاعت التراش، يبقى اداني الاكتف تي 3. انما لو هو اوريدي دافي وزي الفل، يبقى لا، ده لو سخن زياده البروتينات تبوظ، يبقى يشيل الفايف الاساسيه ويحتفظ بالداش اللي هي ملهاش قيمه، فيبقى عنده ريفرسد بالعكس. فاهم ليه؟ عشان خمسة وخمسة داش، فعشان كده سموه ريفرسد. ريفرسد تي 3 اللي هو ملوش اي ميتابوليك افكت، ده كمان في بعض الجامعات هنا بيقول لك بيوقف التي 3، انما ستيل بيقولوا ان هو له كوليسترول لورينج افكت. انا اتمنى مش انتوا بس، الزملاء اللي عارف انهم سامعيني يبقى فهموا شويه قصه الثيرويد وعرفنا تاريخها ووضعها والقصه دي. ونستأنف باذن الله المره القادمه مع السنترال نيرفوس سيستم. انا بشكركم كل مره، هشكركم لانه كل مره اديتوني وقتكم، واتمنى ان اكون يعني افدتكم في هذا الوقت. فلم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، متشكر جدا على وقتكم وعلى الحضور الطاغي منكم ده. الحقيقه هو ده اللي بيشجعني، الفيول، بقول الله ده احنا هنسيب حاجه تفيد الناس تسمع، والاول مره الصوت واضح، والاول مره في دياجرامز وفيري كلير. زي ما قلت في البدايات كل الناس قالوا لي ما حدش، مش هتلاقي حد، مش هتلاقي خمسه سته بيتابعوك. الناس ما مش يعني في حكايه تفتح فيديو ده وتسمع، لا، الناس عاوزه حاجه لايف. انا اي ثينك ان ده مور لايف ذان هوز اكسبكتد. الحقيقه هو لايف، انا يعني حاسس بيكم وانتوا حاسين باللي بيتقال. جود لك، ربنا يوفقك. شكرا، السلام عليكم.